مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. احنا النهاردة بنلتقي مع حضراتكم وبنبدأ مرحلة جديدة بنلتقي فيها بشكل يومي مع حضراتكم من خلال برنامج الأهلي في كل مكان في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة. هنقدم من خلال برنامجنا الأهلي في كل مكان أخبار وفقرات كثيرة ومختلفة ومتنوعة تتناول دايما في المقام الأول بتكون فقرتنا عن أخبار النادي الأهلي وكل ما يجري العمل عليه على مستوى كرة القدم وكافة الرياضات واللعبات المختلفة والخدمات والتطوير داخل النادي، وأيضا بننتقل دايما للحديث عن الأندية الأخرى نشاط كرة القدم في مصر بشكل عام وأهم وأبرز الأخبار كمان المرتبطة بالأندية اللي بتحمل اسم الأهلي سواء في القارة الأفريقية أو في المنطقة العربية. وهيكون كمان ضمن اهتماماتنا في برنامج الأهلي في كل مكان الحديث عن واحد من نجوم النادي الأهلي، واحد أهلاوي له تاريخه وله إنجازاته وله بصماته سواء في كرة القدم أو في أي مجال آخر، وهتكون الشخصيات دي محل متابعة وتقدير واهتمام منا في فريق العمل في البرنامج، وهتكون دايما الفقرة مصحوبة بفقرة تسجيلية أو وثائقية أو تقرير بيسرد بعض الحقائق عن تاريخ وإنجازات نجم من نجوم ورموز النادي الأهلي في كرة القدم أو في أي مجال من المجالات المختلفة الرياضية أو غير الرياضية، فضلا عن الحديث عن برنامج عائلة الأهلي اللي هو محل اهتمام وتركيز من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، واللي كان ضمن الخطوات الرئيسية اللي أعلن عنها خلال الحملة الانتخابية وقبل أن يتولى مجلس الإدارة الحالي والكابتن محمود الخطيب قيادة النادي والمهمة رسميا. أعلنوا عن الكثير من خطوات التطوير على مستوى الرياضة والخدمات المختلفة والإنشاءات، كل ما يتعلق بتطوير منظومة النادي الأهلي والاهتمام بعائلة الأهلي وتقديم أفضل المزايا والخدمات لها على كافة المستويات فيما يتعلق بالرياضة أو العمل الاجتماعي أو كل ما يتعلق بالخدمات اللي بيحتاجها أي عضو من أعضاء مصر أو في أسر أو في أي مكان في العالم. العمل عليه ومتابعة مع المدراء التنفيذيين المسؤوليين في المقار المختلفة عما يجري العمل عليه وتنفيذه بشكل يومي، وهنتابعه مع حضراتكم لحظة بلحظة من خلال برنامج الأهلي في كل مكان. وعندنا فقرات كثيرة جدا هنتكلم عنها، ولكن هنبدأ النهاردة بالتأكيد بالحديث أو الحدث الرئيسي وهو الأبرز على الإطلاق في الوسط الرياضي والكروي في مصر. كان النهاردة اللقاء اللي تم من الصحفيين والإعلاميين اللي حضروا وشاركوا وتابعوا المؤتمر الصحفي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف المدرب العام. كان لقاء مهم جدا وكان يعتبر أول لقاء رسمي منذ أن أعلن عن التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، هو اللقاء الأول اللي بيحكي فيه تفاصيل كثيرة جدا كل ما يدور في ذهنه عن هذه المرحلة، ما تم خلال معسكر الإسكندرية، استعداداته للفترة الجاية، حلم عودة البطولة الأفريقية للنادي الأهلي والعودة لكأس العالم والمشاركة عالميا من خلال كأس العالم للأندية، استعداداته الفنية، طريقة اللعب، هل هو مهتم بفكرة أو منشغل بفكرة قائمة 25 أو 30 لاعب ولا مش مشغول بهذا الأمر. حاجات كثيرة جدا نتكلم عنها باستفاضة وبمنتهى الصدق مع الحضور من المسؤولين والشخصيات العامة في الوسط الرياضي وأعضاء النادي الأهلي وجماهيره والصحفيين والإعلاميين المتابعين لهذا والمشاركين في حضور هذا المؤتمر. في عناوين ونقاط رئيسية ركز عليها باتريس كارتيرون في هذا المؤتمر، قال إن البطولة والفوز ببطولة أفريقيا والعودة للصدارة الأفريقية هي الهدف الأهم والأول بالنسبة لنا للجهاز الفني طبعا يقصد في الفترة المقبلة، وبيقول التركيز بشكل كامل على أفضل استعداد ممكن للعودة بقوة للمنافسة وتعويض ما فات والعودة بقوة لصدارة البطولة الأفريقية أو لحصد الألقاب الأفريقية مرة أخرى. وقال انه تم منحه من قبل المسؤولين في النادي ومجلس الاداره بقياده الكابتن الخطيب كافه الصلاحيات الفنيه والقرار الفني للتعاقد مع اي لاعب يحتاج اليه او الى خدماته للفريق في الفتره الجايه، وانه النادي هيلبي مطالبه طالما انها بتحقق ما يراه فنيا ويؤثر بشكل ايجابي ويضيف لقدرات الفريق. الكلام ده طبعا كانت الادوار بيتم تبادلها في المؤتمر ما بين المدير الفني باتريس كارتيرون والمدرب العام الكابتن محمد يوسف، وعرض وجهه النظر اللي بنعرضها على حضراتكم من خلال هذه النقاط الرئيسيه. تحدثوا ايضا عن تواجد مهم جدا، وانه هذا التواجد لهذا المدير الفني في التوقيت ده هو بيقول انا بتولى المهمه واعلم اني الان اعمل داخل واقود فريق الكره الاول في اكبر مؤسسه في رياضيه وكرويه في القاره الافريقيه. قال انا اعلم اني متواجد داخل اكبر نادي في افريقيا وأعلم حجم الضغوط الملقاة والمسؤوليات الملقاة على عاتقي في هذه المرحلة، وقال إني في كل الأحوال لن أنشغل بفكرة 25 أو 30 لاعب
وأحترم كافة اللوائح والقوانين اللي هتصدر عن طريق اتحاد الكرة المصري المنظم لهذه الرياضة واللي بيضع الأطر واللوائح بالتنسيق طبعا مع الأندية والأطراف المعنية. قال أني في الحالتين هشتغل ومش هنشغل بهذا الأمر، ولا أعتقد أني عايز أقول أن في رأي معين بالنسبة له كمدير فني أنه هو الأفضل. هو لم يعلن عن رأيه أو تفضيله لقائمة الـ 25 أو 30 لاعب، وقال أنه هيتعامل بنفس الشكل في الحالتين. وانتقل أيضا كارتيرون للحديث عن معسكر الإسكندرية وقال تحققت استفادة كبيرة جدا، كنت أشبه بالمراقب في هذا المعسكر، بتعرف على قدرات اللاعبين وإمكاناتهم وإزاي أقدر أستفيد بيها بالشكل الأمثل. وقال أعتقد أن عندي لاعبين كتير جدا محتاجين تجهيز فني وبدني على أعلى مستوى وقدراتهم عالية جدا، ويقدروا أيضا على استيعاب طرق لعب مختلفة أنتقل من واحدة إلى أخرى خلال المباراة الواحدة. لم يستقر حسب تصريحاته على طريقة اللعب حتى الآن. قال خدنا مباراتين وديتين، والمباريات الودية مهمة جدا لتحديد طرق اللعب، وقال ان ده هيتحدد في الفترة الجاية بشكل نهائي وبصورة نهائية بعد ما يستقر على افضل الطرق التي تناسب قدرات اللاعبين واللي بيراها من وجهة نظره كمدير فني هي الاقدر على تحقيق الانجازات والفوز بالمباريات وبالتالي الالقاب والبطولات. وأيضا تحدث عن بعض الأمور الخاصة بقائمة الفريق أفريقيا، وقال أنه طبعا القائمة الأفريقية أمر مهم جدا ولم يحسم حتى الآن، وفي متسع من الوقت لإنهاء هذا الأمر والاستقرار على الشكل النهائي الأفضل لهذه القائمة. وتم الاستقرار حتى الآن على قيد مؤمن زكريا في القائمة الأفريقية، ويتم انتظار عودة اللاعبين الدوليين لدخولهم مع الفريق وعودتهم للحسابات الخاصة بالمنافسات محليا وأفريقيا. طبعا هذا المؤتمر كان انطلاقة مهمة للتعاون أو أفضل شكل ممكن من بدء التواصل بين المدير الفني والجهاز الفني للفريق الأول والرأي العام الرياضي والكروي والإعلامي في مصر. الرأي العام اللي طبعا تمثل في الحضور الكبير من الصحفيين والإعلاميين المشاركين بأسئلتهم واللي بيعبروا عن وجهات نظر وكالات الأنباء والصحف ووسائل الإعلام المختلفة والرياضية على وجه التحديد. هننتقل لأمر آخر. عندنا طبعا نشاط بيجري العمل عليه في هذا التوقيت بعد ما بدأت اختبارات الناشئين، وهذا القطاع اللي بيهتم بيه بشكل كبير جدا في الفترة الجاية المسؤولون في النادي الأهلي لاختيار أفضل العناصر اللي بنعتبرهم نجوم المستقبل واللي هيحملوا اسم ولواء تحقيق الإنجازات والبطولات إن شاء الله في الأعوام المقبلة. العمل بيجري على قدم وساق، وأعداد كبيرة جدا بتحلم بارتداء فانيلة النادي الأهلي في مختلف المراحل العمرية ومنذ أول المراحل اللي بيشارك فيها أي طفل في مراحل الاختبارات في طفولته أو في السن الصغيرة. والعمل بيجري بقيادة الكابتن فتحي مبروك لمتابعة اللاعبين واختيار أفضل العناصر، وهي مهمة شاقة وصعبة جدا لأن الأعداد زي ما قلنا لحضراتكم كبيرة جدا. هنشوف بعض التفاصيل ونتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر من خلال التقرير التالي. بداية موسم الاختبارات، والاختبارات دي بتحمل شق كبير جدا في منظومة النادي الأهلي في قطاع الناشئين، واحنا الحمد لله ابتدينا النهاردة وابتدينا من الساعة 8 صباحا، وانا شايف ان الحمد لله أعداد كويسة وفي ناس كويسين. احنا برضو قدرنا من خلال لجان المدربين ان احنا نشوفهم، وانا كنت من الساعة 8 موجود في الملعب وقاعد مر برضو وبنشوف الولاد الكويسين، والحمد لله عندنا عدد كويس خدناه، واتمنى ان احنا الولاد دي ان شاء الله تدخل في نطاق كل مرحله سنيه، هتبقى اضافه جديده للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله. يهمنا خدمه الناس اولا واخيرا، لان احنا الناس بتبقى فعلا جايه من اقاليم وجايه من حتت بعيده قوي، فاحنا لازم يبقى في ارتياحيه حتى في التعامل معاهم، وهم جايين يتعاملوا مع منظومه كويسه. وانا بشكر كل القائمين فعلا على الاختبارات، يمكن ناس كتير قوي، اجهزه فنيه واجهزه عمال واجهزه اداريه واجهزه فنيه، كل ده ساعد ان الناس تبقى في ارتياح حتى في استقبالهم، حتى في ان احنا عاملين يمكن زي ما انت شايف كده مظلات كبيره قوي عشان الناس برضو ما تقفيش من شده الحراره. والوقت بيطول، ولكن احنا معذورين لان انا النهارده عملت حاجه جديده في الاختبارات، يعني حتى كل ما تشوف تلاقي الولد كل ولد بياخد كره لوحده كده لمده 5 دقائق برضو بيظهر مهاره عنده، في نفس الوقت ما بيبقاش واقع تحت ضغط اختبارات، وبعد كده بنعمل تقسيمه ومن خلالها عشان كده المده بتطول شويه. 28 سنه بعيد عن النادي الاهلي، الحمد لله الواحد متواجد في البيت اللي اتربى فيه، وكان ليه الفضل بعد ربنا المشوار
احترافي، وكل الحمد لله الانجازات اللي عملتها من خلال تواجدي في اوروبا او حتى من خلال منتخب مصر. بحاول بقدر الامكان، يمكن برجع للنادي الاهلي، الواحد بيحاول ينقل خبراته، يعني الواحد عاش اكتر من 14 سنه في اوروبا وشاف الناس بتشتغل ازاي، بيحاول ينقل التجربه ديت للبيت اللي اتربى فيه، وخاصه على المستوى الفني طبعا، على مستوى الناشئين، وده الاهم، والقاعده هي دايما هي الاهم. فبنحاول ان شاء الله نعمل حاجه كويسه لنادينا بتنعكس ده اكيد على بلدنا ان شاء الله، وربنا يكرمنا. بالنسبه لي البنيه الاساسيه والبيزك الاساسي هو الملاعب والادوات ووسائل الاستشفاء، خاصه للاعب الصغير. يعني اللاعب الصغير لما يتمرن على ملعب بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيأثر عليه، البروجرس بتاعه او التنميه بتاعته مش هتطلع سليمه، وبالتالي بنخسر لعيبه من خلال حاجه ديتيلز صغيره قوي اللي هي الملاعب او الكور او الادوات او الاستشفاء او حتى اقامه الولاد المغتربين الموجودين في النادي الاهلي. استراحتهم لازم تكون مهيئه بشكل كويس على المستوى، على مستوى يليق بالنادي الاهلي. قطاع الناشئين الحمد لله في النادي الاهلي دايما قطاع ناشئين وناجح وبشكل كويس، بس احنا جينا برضو بنزود جزئيه صغيره او بنكمل شغل الناس اللي كانت متواجده قبلينا او الناس اللي هم شغالين معانا. يعني دلوقتي قطاع البراعي ما بيني وبين الكابتن تامر حفني طبعا، والكابتن تامر طبعا زميل عزيز واخ عزيز، هو واخد جزئيه السن الصغير 2007 2008 و2009، وانا واخد جزئيه 2005 و2006 اللي هم قريبين من القطاع اللي بيطلعوا يبداوا يلعبوا 11 سنه. فطبعا كلنا بنكمل بعض، بس قطاع الناشئين قطاع البراعم بالذات، ان ما كانش قطاع البراعم يبقى قوي والاساس قوي والاختيارات كويسه بتريحك انت بعد كده. انا نجحت في اختبارات الاهلي، وكابتن محمد سعد محمد قال لي تنجحت وهاجي ان شاء الله يوم الثلاث. او انا عديت كويس ولعبت وجبت جون والحمد لله ربنا وفق. حلوه جدا، انا لعبت التقسيمه وجبت فيها جونين ورقصت كده وحلو جدا. شفنا أولادنا وابتسامة التفاؤل بالمستقبل وأنهم يكونوا ضمن الفريق الأول في يوم من الأيام، من يوفق منهم ويثبت قدراته وكفاءته الفنية والبدنية أنه يستمر ويكون واحد من النجوم اللي يصبحوا علامات ويحققوا بعض الإنجازات في تاريخ الرياضة والكرة المصرية وبشكل خاص مع النادي الأهلي، طبعا أكبر رمز رياضي في العالم العربي والقارة الأفريقية وأكبر كيان ومؤسسة رياضية في منطقة الشرق الأوسط. طبعا الكوادر والرموز اللي اتكلمت نجوم سابقين في الكرة المصرية والنادي الأهلي، كابتن فتحي مبروك، كابتن هاني رمزي، وكابتن جمال السيد، الكل بيتكلم عن حجم الجهد المبذول، تفاصيل صغيرة جدا زي ما أشار له الكابتن هاني رمزي، حاجات لازم العمل عليها بشكل علمي ودقيق وأكاديمي، الأمور اللوجستية وتوفير كل الإمكانيات والأدوات الضرورية عشان ما نهدرش طاقتنا ولا جهدنا ولا وقتنا، والمجهود المبذول يحقق أفضل عائد له على مستوى اللاعبين وعلى خطط وبرامج العمل وتكون بتحقق المستهدف منها. طبعا شفنا الفترة اللي فاتت حجم المبالغة في قيمة انتقالات وصفقات اللاعبين في الدوري المصري أو في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية. الاهتمام مرة تانية بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا بقطاع الناشئين، العين الخبيرة اللي ممكن تختار أفضل العناصر اللي تكون مؤثرة في الفترة الجاية وعندها قدر من المواهب مع تنميتها بدنيا وعلميا وتدريبيا، ممكن توفر نفقات ضخمة جدا على النادي الأهلي، وممكن يكون لها عائد تسويقي كبير جدا على الفريق مستقبلا، وتكون منها عناصر بتفيد الفرق في المراحل العمرية المختلفة وبتفيد منتخبات مصر كمان اللي دايما بتعتمد في المقام الأول على عدد كبير جدا من نجوم النادي الأهلي سواء في كرة القدم أو في أي رياضة أخرى. دائما أبدا العدد الأكبر بنشوفه في كل المنتخبات الوطنية باستثناءات قليلة جدا بيكون من النادي الأهلي المصري. وأيضا الكوادر اللي ما بتلاقيلهاش مكان في فترة من الفترات وتنتقل بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لحين إيجاد الفرصة للاستفادة بيها، دي اللي بتحقق عائد مالي وتسويقي مهم جدا للنادي الأهلي وتوفر عليه نفقات كبيرة جدا بيحتاج إلى إنفاقها في حالة عدم وجود الناشئ اللي بيكمل ويصل لمراحل الشباب والفرست تيم أو الفريق الأول. بيضطر كبديل لهذا الأمر لو ما كانش الناشئ ده متوفر بقوة فنية وبدنية إنه يشتري لاعبين من خارج مصر أو من داخل مصر بأرقام ضخمة جدا، وبالتالي أمر مفيد من كل الجوانب فنيا وتسويقيا وماليا واستثماريا. إن شاء الله نشوف الجهد ده ونتابعه في الفترة الجاية ونشوف الأرقام اللي توصل إليها قطاع الناشئين والأعداد اللي انضمت وبرامج العمل وإزاي تتطور وتحقق أفضل النتائج لها في الفترة الجاية. وبالتأكيد النادي الأهلي هو أكبر مكان بيلاقي إقبال كبير جدا على اختباراته في أي رياضة وبالتحديد في كرة القدم. عندنا عدد من الأخبار سريعا هننتقل لها، أخبار خاصة باتحاد الكرة.
هاني أبو ريدة ومجاهد بيجتمعان بعامر حسين في الجبلية للتنسيق للدوري الجديد. أيضا رئيس اتحاد الكرة الكابتن هاني أبو ريدة والكابتن أحمد مجاهد عضو المجلس اجتمعوا مع الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لمناقشة الأزمة التي تواجه الدوري الموسم المقبل بسبب ضغط البطولات. تفاصيل هنتعرف عليها أكتر في الفترة الجاية وهيستقروا على إيه، لكن حديثنا بشكل عام عن اتحاد الكرة بيفرض بعض التساؤلات المطروحة في الشارع المصري حاليا. اتحاد الكرة في الفترة اللي فاتت أكتر من مسؤول قال خلال تواجدنا في كأس العالم وقبل أن تعود بعثة المنتخب الوطني بعد ما منيت بثلاث هزائم في الثلاث جولات اللي شاركت فيها للأسف الشديد، قالوا أنه لا تفكير في مدير فني مصري وأن المدير الفني القادم أجنبي، وبعضهم قال أن كوبر كان يرفض التجديد. الكلام ده كان قبل المباراة الثالثة أمام المنتخب السعودي. احنا بس عايزين نتساءل أو نلفت نظرهم، نقول لهم خدوا وقتكم، محتاجين لبعض التأني. مفيش حاجة بتفرض على أي كيان إداري في العالم أنه يقول حاجة قبل ما يعمل كل حساباته، يشوف مين متوفر والميزانيات المتوفرة، الكفاءات الفنية المتاحة للتعاقد معها لتولي مهمة منتخب مصر في التوقيت ده، وهل متوفر منها وفق ميزانيتنا ما هو أفضل من البديل المصري ولا لا. يعني محتاجين بس شوية التصريح يبقى مبني على دراسة للسوق العالمية المتاح من المدربين أو المدراء الفنيين. الكوادر المصرية هل هي مستبعدة على الإطلاق ولا برضه بنجري مقارنات ونشوف السيفيهات الموجودة والخبرات؟ هل هنحتاج نرجع لرأي اللاعبين وتقييمهم للتجربة اللي بالتأكيد في النهاية فشلت رغم احترامنا لأي جهد تم بذله في الفترة اللي فاتت، ولكن في ظروفنا الحالية بقدرات هذا الجيل بعدد المحترفين الموجودين بالإمكانات المالية اللي تم توفيرها بعدد المباريات الودية مع منتخبات قوية جدا قبل البطولة مع مستوى المجموعة اللي تأهلنا لخوض مبارياتنا فيها، مجموعة فيها السعودية وأوروغواي وروسيا، مع احترامنا لكل هذه المنتخبات وتقديرنا لمستواها الفني والبدني، ما كانتش بشهادة أو بإجماع آراء الخبراء والمتخصصين أصعب مجموعة ممكن يكون فيها، كانت مجموعة متوسطة المستوى بإجماع الآراء، وكان عندنا عدد كبير من الخبراء قال إن عندنا فرصة قبل كأس العالم لتخطي الدور الأول. وبالتالي يصبح الرأي أو النسبة الأكبر من الآراء في الشارع الكروي بتقول إن ما تحقق هناك الثلاث هزائم المركز قبل الأخير بين ال 32 منتخب أعتقد إنه بإجماع الآراء يعتبر فشل. لازم نعيد حساباتنا، لازم نقول الفترة الجاية هنحسب حساباتنا إزاي، هنختار إزاي المدير الفني، هنعيد حساباتنا وقراءتنا لميزانياتنا وإزاي نوفر إمكانياتنا بالشكل الأمثل عشان تحقق نتائج، عشان ما يبقاش الجهد والإنفاق بهذا الشكل والإعداد والمباريات الدولية والتكاليف والدعاية وكل ما تابعناه لا ينتج عنه شيء. إن شاء الله تكون النتائج أفضل وبرامج العمل يتم دراستها بشكل أفضل في الفترة الجاية، وياريت المسؤولين في اتحاد الكرة نتمنى يعني إن هم ياخدوا وقتهم شوية قبل إصدار التصريحات وقبل ما يقرروا الفترة الجاية مين اللي هيتولى المهمة. أعتقد إن كل الأطراف المعنية، النقاد المتخصصين، الرأي العام الرياضي، كل من يتابع، كل المحتكين باتحاد الكرة واللي آرائهم ممكن تثري الاختيار في الفترة الجاية ممكن يكونوا محل اهتمام من المسؤولين في اتحاد الكرة، وأيضا مجموعة من اللاعبين أعتقد أنهم يستحقوا أن يقولوا رأيهم في التجربة ويقيموها بشكل موضوعي بعيدا عن وسائل الإعلام وعن الأضواء في غرف مغلقة وفي الكواليس عشان نقدر نحقق لهم أفضل ما يمكن أن يحقق نتائج جيدة في الفترة الجاية. وأن المشهد اللي شفناه كان مؤسف جدا في كأس العالم أعتقد أنه لا يسعد أي مشجع أو أي رياضي مصري، واللاعبين نفسهم أكيد في حالة حزن شديد وقالوا أن هم بيعتذروا للرأي العام وللجماهير عن النتائج طبعا غير المقبولة. هنشوف الفترة الجاية هينتج ايه عن اجتماعات المسؤولين في اتحاد الكورة والترتيبات للفترة الجاية وازاي جدول المباريات هيكون. في اجتهادات كثيرة جدا، هل الدوري هيكون بيعتمد على قائمة من 25 لاعب او 30 لاعب لكل فريق؟ ده لسه لم يحسم. هل الدوري في اتجاه لانه يكون مجموعتين ام مجموعة واحدة كما هو الحال حتى الان في الموسم الماضي؟ ده برضه امر لم يحسم، لكن في الكواليس حديث كثير او مستمر عن احاديث كثيرة مستمرة عن هذه الامور لسه لم تحسم حتى الان. اتحاد الكرة يشترط التأهل لأمم أفريقيا لاستمرار المدرب الجديد. مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع شرط في عقد المدير الفني الجديد للمنتخب المصري هو التأهل لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون من أجل الاستمرار في قيادة الفراعنة. وبيبحث المسؤولون في اتحاد الكرة عن مدير فني أجنبي خلال الساعات المقبلة. واضح أن هم مستقرين على موضوع مدير فني أجنبي أو خدوا قرار بشكل نهائي خلفا للأرجنتيني هكتور كوبر. ويستكمل منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون على النحو التالي.
الجولة الثانية مصر والنيجر من 3 ل 11 سبتمبر 2018، الجولة الثالثة مصر وسوازيلاند من 8 ل 16 أكتوبر 2018، الجولة الرابعة سوازيلاند ومصر من 8 إلى 16 أكتوبر 2018، والجولة الخامسة مصر وتونس من 12 إلى 20 نوفمبر 2018، الجولة رقم 6 النيجر ومصر من 18 ل 26 مارس 2019، ومنتخب مصر قد واجه بالفعل كان قد واجه تونس في الجولة الأولى وخسر بهدف نظيف. طبعا الأمر الخاص بوضع أي شروط فيها تحقيق نتائج مع أي مدير فني أعتقد أنه أمر إيجابي، بالعكس أعتقد أن سقف طموحاتنا لازم يبقى أعلى من كده، مش مجرد التأهل للنهائيات بل الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير. دي قدرات منتخبنا ودي قدرات لاعبينا، ومن الأمور اللي عقدت الحسابات شوية مع هكتور كوبر أنه الراجل اعتبر أنه حقق الإنجاز وخد العلامة الكاملة لما تأهل للنهائيات ولما صعد وخسر في النهائي أمام الكاميرون في كأس الأمم. طموحاتنا لازم يبقى عندنا طموحات أعلى، سقف طموحاتنا يبقى أعلى طالما بنوفر الإمكانيات، طالما عندنا جيل في هذا العدد من المحترفين، أيا كانت الاختيارات سواء كان في توفيق أو عدم توفيق في الاختيارات الفنية لبعض العناصر أو أن في عناصر تم التغاضي عنها كانت تستحق التواجد في المنتخب، دي أمور يعني في جدل حولها وتختلف الآراء حولها، لكن في النهاية كل ما هنعلي سقف الشروط والاشتراطات الفنية في تحقيق نتائج وإنجازات أعتقد أن ده بيدينا قدر من الضمانات لاجتهاد المدير الفني والجهاز الفني وأنه لا يرتكن إلى أنه حقق المطلوب منه خلاص. أعتقد المشكلة كانت أن كوبر اعتقد أنه حقق كل المطلوب منه في تعاقده حتى قبل ما نوصل لروسيا ونبدأ مبارياتنا هناك، وبالتالي أتمنى الشرط ده يكون أعلى من التأهل للنهائيات، يكون المنافسة على البطولة أو الوصول على أقل تقدير للمربع الذهبي من أجل الاستمرار في قيادة المنتخب، وهذا أقل ما نستحقه وأقل ما نعرفه عن قدرات الكرة المصرية. وسموحة يتمسك ببقاء المهدي سليمان ويرفض إغراءات البيع. الكابتن علي ماهر المدير الفني لسموحة يتمسك ببقاء المهدي سليمان حارس المرمى داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل رغم تلقي عدد من العروض المغرية للرحيل سواء من أندية محلية أو خليجية. ومعانا على الهاتف عندنا خبر دلوقتي ان في قرار نهائي من حارس المرمى والنجم السابق في النادي الاهلي الكابتن امير عبد الحميد اعلن اعتزاله كره القدم. مساء الخير يا كابتن امير. مساء الخير يا محمد حبيبي، وحشني جدا. انت اكتر وبنسعد بيك دايما في استوديو قناه الاهلي وعلى شاشه قناه الاهلي يا كابتن امير. ربنا يخليك يا محمد، والله الحمد لله يعني بعد طبعا سنين كتير الحمد لله قررت خلاص كابت ربنا ان انا خلاص اعتزل الكره. وطبعا انت عارف انا لعبت في انديه كتير والحمد لله يمكن اكتر حاجه لعبت فيها هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتي وخدت فيه بطولات كتير جدا من وانا صغير جدا اتربيت فيه، حتى ما بمشي في الشارع دلوقتي امير عبد الحميد معروف ان هو ابن النادي الاهلي بغض النظر عن لعبت في المصري ولعبت في سموحه ودجله. اكيد طبعا اسمك ارتبط بالنادي الاهلي فتره طويله جدا. فالحمد لله يعني انا راضي عن الفتره اللي فاتت دي كلها. وخلاص خدت القرار وان شاء الله باذن الله. ايه السبب يا كابتن امير انك استقريت على القرار ده بشكل نهائي؟ خلينا نقول في حسابات بتبقى كتير قوي حارس المرمى ممكن يستمر لعمر اكبر من متوسط اعمار اللاعبين وقت اعتزالهم، هل الحاله الفنيه، هل الفتنس، الحاله البدنيه، هل العروض التسويقيه المتاحه في الموسم الجديد؟ يعني قول لنا بمنتهى الصراحه، تعودنا منك الصراحه وانت بتتكلم معانا في قناه الاهلي، ايه السبب اللي عشانه او من اجله اتخذت هذا القرار في التوقيت ده؟ هو السبب زي ما قلت لحضرتك الواحد يعني الحمد لله لعبت في انديه كتير وكان في ناس بتحترمني ده وبتحترمني في بتحترم تاريخي وكنت الحمد لله ماشي كويس جدا معاهم، لكن طبعا الفتره الاخيره ما كانش عاجبني الوضع خالص الكوره عامه الانديه خصوصا الانديه الاخيره اللي لعبت فيها. طبعا ما فيش احترافيه وما فيش تقدير، فطبعا اكيد الحمد لله انا لقيت كتير كبير مع النادي الاهلي وخدت بطولات، فانا لقيت الناس المسؤولين في الانديه الاخيره اللي انا لعبت فيهم سواء الداخليه او في الانتاج الحربي حسيت ان مفيش تقدير من الناس، وطبعا وبرغم ده انا بشكرهم جدا على الفتره اللي انا قضيتها، بشكر طبعا اللي هو عصلان في الداخليه والناس بتكلم عن الانديه الاخيره اللي لعبت فيها وطبعا في الانتاج الحربي مسؤولين في الانتاج الحربي، وبشكر كل الناس اللي انا لعبت معاهم الحمد لله، لكن الفترة الأخيرة ما كانش فيه، حسيت إن الكورة ما بقاش فيها احترافية كويسة، حسيت إن ما فيش
الموضوع ما دخل. طب امير خلينا اتكلم معاك بصراحه، واحنا دايما هنعتبر نفسنا كمان اصدقاء قبل ما نكون بنتعامل من خلال علاقتنا في الوسط الرياضي يعني كاعلامي وكنجم رياضي، هتكلم معاك بصراحه شويه، هل دي مشكله بتواجه اي لاعب او اي نجم بيخرج من مؤسسه ومنظومه النادي الاهلي اللي بيقال انها الاقرب الى النمط الاوروبي في الاداره في منطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه والقاره الافريقيه، وانه ده احيانا بيسبب له مشكله انه مش لاقي نفس مستوى الاداء الاداري والتنظيمي والفني في اي تجربه تانية؟ والله انت حضرتك قلت كلام انا نفسي اتكلم فيه اصلا، كنت هتكلم فيه، دي حقيقه للاسف حقيقه فعلا. اي لاعب طلع من النادي الاهلي بيواجه مشاكل كتير جدا، انت اتعودت على في النادي الاهلي على سيستم معين، وعلى بمعنى اصح بالبلد كده على نظافه، اتعودت على نظافه، لما تروح نادي لازم يبقى نظيف، لازم يبقى محترفين، لازم الناس ملتزمه. الفتره الاخيره ما حسيتش ده خالص، وللاسف انا مش انا بس، في ناس كتير جدا زمايلي لعبوا في النادي الاهلي في بعض الانديه برضو عانوا من نفس المشكله اللي انا بعاني منها. لكن هو موضوع مش فني خالص، وردا على سؤال حضرتك ان انا كان قدامي ان العب سنتين كمان كوره، وعلى فكره لحد فتره قريبه كان بيجي لي عروض، لكن انا وشايف نفسك فت قادر فنيا وبدنيا انك تكمل. اكيد اكيد والله، بدليل الناس دي كلمتني وكانوا عايزيني، وبعدين لقيت نفسك انت لما الوكيل بتاعك بيتكلم مع الانديه يقول لك طب موضوع السن، السن ايه، انا عندي 39 سنه وقادر ان انا العب، ولسه السنه اللي فاتت كنت بلعب. وبعدين مبرراتهم غريبه جدا، ما تعرفش هم عايزين ايه، يعني انت ما تعرفش هم عايزين ايه، المدربين تبقى محتاجه ايه بالظبط. فلقيت الامور مش موضوع فني خالص، لقيت الامور بتتجه اتجاه تاني خالص. انت للاسف للاسف والله يا محمد، في بعض المدربين للاسف بيوصل لها مش كوره، بس لها ان انت ليك اسم فانت تاخد منه الجو، تاخد منه الشو، بس لها ان انت ليك اسم فهو ملوش اسم، فطبعا يقول لك لا انا مش عايز. بيوصل لها ان انت لما يعني انت شايف ان في مشكله في حسابات مش فنيه على الاطلاق؟ لا خالص فنيه لا، لان دليل ان خلي بالك في ناس محترمه بقى مقدرين ده، وكنت عندي عروض، لكن انا لما جيت اخترت قلت لا انا هخلص استخاره واخد قرار، وربنا يختار لي القرار والحمد لله. ربنا يوفقك طبعا، وتكون قرارك ده موفق فيه. اتفضل. انا موفق فيه طبعا الحمد لله، لان انا في الاخر انا اشتغلت جوه النادي الاهلي، جوه بيتي، جوه البيت اللي انا اتربيت فيه، ومع جمهوري اللي انا بحبه دايما كان بينادي بيه اسمه امير عبد الحميد. فانا الحمد لله ان انا ببطل واشتغل في النادي الاهلي، دي حاجه كويسه جدا ليا. وبشكر طبعا الكابتن الخطيب، وبشكر كل المسؤولين في الـ في الـ في الاداره، وكابتن خالد بيك، وكل الناس اللي هي طبعا دخلتني جوه الاداره. انا ان شاء الله هشتغل في النادي الاهلي، هبقى مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، وفي نفس الوقت هاخد كورسات بحيث ان انا ان شاء الله باذن الله هبقى مدرب ان شاء الله، وليا طموح كبير ان انا ان شاء الله هبقى مدرب في النادي الاهلي. كويس ان احنا كمان قلت لنا المعلومه دي واختتمت بيها حديثك، لان ده كان هيبقى سؤالي التالي لك يا كابتن امير، انه اخترت ايه في الفتره الجايه والمجال اللي هتبدا تحترفه في العمل بعد ما انهيت مشوارك داخل الملاعب بقرار الاعتزال. نتمنى تكون موفق وتكون اضافه للكيان الفني والاداري داخل النادي الاهلي، ونشوف تجربتك ان شاء الله تكون تجربه جديده من تجارب النجاح لنجوم سابقين اعتزلوا واستمروا في مشوار العطاء داخل النادي الاهلي. بشكرك جدا وبالتوفيق يا كابتن امير. محمد ربنا يخليك، وشكرا جدا جدا للنادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي. بشكرك كابتن امير عبد الحميد حارس المرمى السابق في المنتخب الوطني والنادي الاهلي، واللي اعلن اعتزاله زي ما حضراتكم سمعتوا وفي هذا التوقيت، وهيبدا مشوار جديد من العمل مع اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد. اللي كانت مرتبطه باتحاد الكره بشكل عام او الوسط الرياضي، ونتمنى يكونوا موفقين في الاختيارات في الفتره الجايه في التعاقد، وحتى في وضع الشروط بافضل او اعلى سقف فني من الطموحات كمان ممكن يكون داعم، لان المدير الفني يبقى عارف ان عليه ضغوط مش مجرد انه يصل لنهائيات، عليه طموحات واعباء اكتر من كده، وان الامر يكون مربوط حتى بالحوافز الماليه والمكافئات بنسب تتناسب مع ما يحققه او ما يخفق في تحقيقه، يكون على هذا الاساس حسابات البونص الخاص به مهما بلغت نسبه الارقام، وكانت مبالغ ضخمه لكن لازم توزع بشكل عادل يراعي ويكون موازي لما يقدمه سواء نجح او اخفق زي ما شفنا مع المدير الفني هيكتور كوبر. هننتقل لخبر آخر وتقرير آخر، احنا عندنا عدد من التقارير بنتابعها مع حضراتكم، تابعنا اتحاد الكرة، عندنا دلوقتي كمان فقرة خاصة عن عائلة الأهلي، البرنامج اللي تضمنه وتطوير والنهوض بشؤون عائلة الأهلي، وكان ضمن طموحات مجلس الإدارة الحالي وضمن ما أعلن عنه في خطة عمل وفي البرنامج الانتخابي لقائمة الكابتن محمود الخطيب قبل ما يتولوا المهمة رسميا بعد الانتخابات وبنجاحهم الكاسح في انتخابات مجلس إدارة النادي. عائلة النادي الأهلي، الاهتمام بالأعضاء،
الاهتمام بمنظومة الرياضة وتطويرها، البعد الخاص بالإنشاءات وتطوير النادي، الناحية الجمالية داخل وخارج جدران النادي، كل ما يقدم من خدمات، إزاي تصل لأفضل شكل ممكن وأعلى مستوى مرضي لأعضاء وجماهير ولقيمة واسم وتاريخ النادي الأهلي. عندنا تصريحات كثيرة جدا ولقاءات بتجرى مع المسؤولين في المقار المختلفة. لقاء خاص مع الأستاذ محمد الألفي مدير الخدمات في النادي الأهلي، نتعرف من خلاله على بعض التفاصيل عن العمل اللي بيجري بشكل يومي لتطوير الخدمات داخل النادي. طبعا زيادة التركيز على الخدمات الفترة اللي فاتت كانش فترة طبعا سهلة، كنا عايزين طبعا يكون في رضا من السادة الأعضاء الفترة اللي فاتت، قمنا بالتنسيق مع اللجان المحترمين، طبعا كان في دور تعاون جميل جدا ما بيننا الفترة اللي فاتت، ده بالنسبة للرحلات للمنافذ للتنظيم الأعياد الفترة اللي فاتت مع لجنة المرأة، طبعا كان في تعاون مثمر الفترة اللي فاتت، قدرنا احنا نبتدي بشم النسيم، ده كانت أول مناسبة ليا الفترة اللي فاتت. بعد كده دخلنا على فترة رمضان، الحمد لله كان في تنظيم أكتر من هايل، يعني الحمد لله كان في أنشطة، كان في كل يوم سهرات للسادة الأعضاء، طبعا التهجد كان في صلاة التهجد، كان في سحور عملناه، كان الناس مبسوطين جدا الفترة اللي فاتت، كان عملوه من ضمن المنافذ إن شاء الله اللي هيكون ليها وجود الفترة اللي جاية بإذن الله في وقت قريب. في طبعا بعض الايفنتات احنا عملناها زي المعارض، معارض المرأة الحمد لله عملنا اكتر من 3 أو 4 معارض للسادة الاعضاء، قدرنا نوفر عدد من الرحلات الفترة اللي فاتت في 3 شهور برضو بالتنسيق مع لجنة الرحلات، كان في شغل مثمر الفترة اللي فاتت والحمد لله الناس كانوا مبسوطين جدا منها. طبعا الوقت اللي جاي ان شاء الله هيكون في مزيد من الرحلات بإذن الله وفي أماكن مميزة تليق بأعضاء النادي الأهلي بإذن الله. هو طبعا كان ابتداء ماتش، طبعا كابتن محمد صلاح كان ليفربول، ده كان عدد، كانت أول مرة أشوف العدد ده صراحة في النادي الأهلي، ده طبعا عشان وجود الشاشة الحمد لله احنا عندنا 3 شاشات عملاقة في كل الفروع دلوقتي، طبعا دي ادت مساحة أكتر اللي الناس تقدر تشوف بوضعيات في كذا مكان، ممكن من مبنى الإداري من الحديقة الرئيسية، قدرنا الحمد لله اللي احنا يعني في أعداد كبيرة جدا 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 صار يمكن تتعدى تقريبا 2000 و 3000 واحد، قدرنا الحمد لله في بقيه فينا اكتر من مكان للمشاهده، اكتر من شاشه، طبعا في غير الشاشه اللي هي العملاقه الموجوده في الحديقه الرئيسيه في شاشه في بقيه المباني اكتر من 7 شاشات، دي برضو وفرت للناس تقدر تشوف في اي مكان مباريات كاس العالم. بالنسبه طبعا للنظافه دي اهتمام رئيسي عندنا، الحمد لله الفتره اللي فاتت قدرنا نوصل لمرحله كويسه جدا، يكون في ترتيب وتنسيق اكتر مع المشرفين، طبعا المشرفين اشكرهم طبعا وعمال برضو اللي عندنا اشكرهم على الجهد الجميل، انا عارف هم تعبوا الفتره اللي فاتت والحمد لله ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هيكون في تركيز اكتر وجهد مبذول اكتر ان شاء الله عشان نوصل لمرحلة أحسن في تطور أكتر إن شاء الله. المنافس ده يعتبر شريك لنا في النجاح، فالحمد لله الفترة اللي فاتت قدرنا إن احنا نوصل لنتيجة مرضية، طبعا كان أصعب اختبار كان موجود طبعا فترة رمضان، في عزومات كتير وفي مقابلات كتير، طبعا الناس خلاص ما بقتش عشان غلو الأسعار والكلام ده كله، احنا الحمد لله في تعاون ما بيننا وفي بنركز على موضوع الأسعار والناس صراحة عندها قبول جدا اللي هي تقدر توصل خدمة مميزة وبسعر مقبول للصدى الأعضاء، وكان في استحسان كبير جدا الفترة اللي فاتت الحمد لله، والفترة اللي جاية إن شاء الله في منافذ هتفتح طبعا بالتعاون مع السادة لجنة المنافذ، في قدرنا نوصل في تقريبا مطعم دلوقتي فتح الوقت الحالي، في مطعم تاني مع المبنى الإداري افتتحناه برضو، في الفترة خلاص اللي هي الأيام اللي جاية في عدد مطاعم إن شاء الله هتكون في استقبال السادة الأعضاء بإذن الله بأسعار برضو مرضية. شرفني طبعا أكون بخدم في النادي الأهلي وبشكر السادة الأعضاء طبعا على الناس بيساعدوني باقتراحاتهم، دايما في مقابلة ما بينهم وبينهم، أنا يمكن باجي هنا وقت كبير يعني باجي من الساعة 8 الصبح ل 11 بالليل، فبقابل فئة كبيرة جدا من الأعضاء بتعامل معاهم فيس تو فيس، فإن شاء الله الفترة اللي جاية أتمنى إن هم لو في أي حد شايف مشاركة مثلا، لو في أي مشاركة من ناحية لو شايف أي عيوب أي مميزات أي أفكار يجي طبعا معايا مكتبي مفتوح طول اليوم، وإن شاء الله يكون في تعاون بيننا من نفسه بإذن الله كلنا في خدمة النادي الأهلي.
شفنا مع حضراتكم تصريحات وبعض الصور من واقع العمل الجاري تنفيذه في النادي الأهلي في الجزيرة تحديدا، وحديث وتصريحات الأستاذ محمد الألفي مدير الخدمات. وبنتكلم طبعا عن أنه كان في فلسفة المجلس الإدارة الحالي أعلنوا عنها خلال الفترة الخاصة بالسباق الانتخابي وضمن برنامج عائلات الأهلي، توفير كل الأنشطة المتنوعة اللي تناسب كل الفئات. كان في حديث من الكابتن الخطيب وأعضاء القائمة اللي أصبحوا بالفعل بشكل متكامل، أو القائمة مكتملة أصبحت في مجلس إدارة النادي. أعلنوا وقتها أنهم عايزين يقدموا صورة متكاملة للأنشطة المتنوعة اللي ممكن تناسب كل الفئات، صغار السن، كبار السن، المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، نشاطات تناسب الأسرة تقضي وقت فيها مع بعض في النادي، يستمتعوا ببعض الأنشطة، إزاي أوفر الاحتياجات وكل الأمور أو الأمور اللوجستية والفنية والاجتماعية والمالية اللي ممكن تناسب الفئات المختلفة من أعضاء النادي. وأعتقد أن ده بنفس درجة الاهتمام في المقار المختلفة أو في الأفرع المختلفة مش بس في أهلي الجزيرة. حننتقل إلى تقرير آخر ولقاء مع مدير الأهلي في مدينة نصر اللواء حسن مسعود، يكلمنا عن العمل الجاري تنفيذه الآن في إطار أو ضمن برنامج عائلة الأهلي، ونشوف ما تم إنجازه حتى الآن. اهلا بيكم واهلا بقناه النادي الاهلي، واهلا وتحياتي لحضراتكم ولكل اعضاء الجمعيه العموميه. برنامج النادي الاهلي احنا ملتزمين بيه من ساعه ما مجلس الاداره قبل ما يبقى موجود عمل برنامج. البرنامج ده المجلس الحمد لله نجح، ابتدينا ننفذ هذا البرنامج طبقا لما هو موجود، واحنا بنتابع تقريبا يوميا. احنا النهارده تقريبا بننفذ كل ما هو موجود خلال الفتره دي، خلال 6 شهور في البرنامج ماشيين فيه بنظام كويس. احنا بالنسبه لذوي الاحتياجات تم توفير مدربين والعاب اخرى، وتم اعفائهم من كافه المصروفات. بالنسبه للانشاءات عندنا ابتدينا شغل في السور وماشيين فيه بمعدل كويس جدا. بالنسبه للكريز ووتر في المنطقه الترفيهيه حمام السباعه شغالين بمعدلات كويسه جدا، ان شاء الله بنستلمها في شهر 12. نفس الكلام بالنسبه للفود كورت اللي هو امتداد او الاكستنشن بتاع الحديقه الرئيسيه، ان شاء شغالين كويس جدا، وان شاء الله برضه معادها في شهر 12. بالاضافه الى عمليه التطوير اللي جاريه في حمامات والتواليتات اللي هي ما كانتش دخلت في التطوير في المرحله السابقه، فاحنا دلوقتي شغالين فيها وبتنتهي خلال ايام ان شاء الله. فبالنسبه للغرف خلع الملابس بتاعت ملاعب الهاندبول شغالين فيها وهنستمر فيها، فاحنا ماشيين بالمعدلات. اما بالنسبه للبرنامج العائله برضو احنا عندنا الاهتمام بكبار السن الرواد، فاحنا حاليا بنجهز العياده، الاداره الانسانيه بتجهز العياده بتاعت العلاج الطبيعي وعلاجه خاصه بكبار السن علشان نبتدي ان شاء الله في موضوع علاج كبار السن، وده طبقا للبرنامج الموجود في عائله النادي الاهلي. طبعا انا يعني يمكن متواجد من فتره في النادي، هذا الموسم لم اشاهد ولم ارى هذا العدد الغير مسبوق، وده نتيجة حاجتين. أعتقد نتيجة الخدمات اللي بتقدم للسادة الأعضاء والاهتمام بالسادة الأعضاء، وطبعا نتيجة الظروف اللي الناس النهاردة كلها تقريبا جوه النادي، بتيجي جوه النادي لظروف خاصة بيهم يعني. فأنا عندي أعداد غير مسبوقة هذا الموسم، وربنا يقدرنا أن احنا نوفر الخدمات للأعضاء، وإن شاء الله بإذن الله نكون على قدر المسؤولية ونأدي دورنا إن شاء الله بما يرضي طموح المجلس ورضاء السادة الأعضاء. نتبع طبعا لتوجهات المجلس، طبعا احنا بنشتغل ونتواجد في مع الأعضاء، لأن الإدارة مع الأعضاء هم النادي الأهلي، فلازم يكون تواجد باستمرار معهم. بنعرف رأيهم إيه، بنعرف طلباتهم إيه، بنعرف أخطائنا إيه، احنا برضو لنا أخطاء ولنا ممكن يكون عندنا قصور، بنقدر نعرف هذا الكلام. بنتعامل مباشرة مع العضو علشان نبتدي نعرف مشاكله ايه ونقدر نحلها ان شاء الله، بحيث ان نقدم احسن خدمه للساده الاعضاء. كل الاعضاء النادي الاهلي اعضاء محترمين، اعضاء عندهم انتماء للكيان وهو النادي، وبالتالي وفي تواصل ما بين الاداره وما بين الاعضاء. عندنا في مجهود غير مسبوق بيبذل من اداره الامن واداره الخدمات من اداره الصيانه من كافه الادارات، ومجرد الساده الاعضاء ما بيحسوا بالامان ان اولادهم في موجود امن في مكان كويس في مكان محترم، فبيبتدوا هم يتواجدوا ويسيبوا اولادهم، وده شغلنا ان احنا نتواصل مع ده ونقدم لهم
افضل خدمه بحيث العضو يبقى راضي عن ادائنا خلال ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله. طبعا احنا حته موضوع المراوح اللي هي المائيه ديت حطيناها، ودي يعني الاعضاء استحسنوها. بالاضافه ان بقول لك سيادتك ان احنا النهارده ركبنا الشاشه العملاقه وهتبتدي تشتغل من النهارده ان شاء الله، وده حصري بقى للبرنامج. انا اللي بشكر الساده اعضاء النادي الاهلي على ان هم وثقوا فينا ومقدرين مجهوداتنا، ودي بترفع معنوياتنا ومعنويات المرؤوسين، وان شاء الله بنوعدهم اداء الافضل خلال الفتره الجايه ان شاء الله. شفنا مع حضراتكم هذا اللقاء وتصريحات اللواء حسن مسعود مدير النادي الاهلي فرع، عمل بيجري بنفس درجه الاجاده والاهتمام في كافه الافرع والمقار المختلفه. قبل ما نتوقف مع الفاصل هقول بس او هتطرق الى نقطتين سريعا. امبارح دار حديث بيني وبين صديق عزيز جدا هو الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجله اخر ساعه، وقال انه بكل المقاييس بيحمل كل التقدير والاحترام للنادي الاهلي ومنظومه قيم النادي الاهلي اللي بتقدر تكون منضبطه ولا تنساق الى اي نوع من الانفلات في اصدار اي تصريحات وقت ما بتمر باي ازمه او وقت اي صدام ممكن يحدث في الوسط الرياضي مع اي كيان، خاصه عندما يكون كيان محل اهتمام ومسلط عليه الاضواء طوال الوقت والاهتمام الجماهيري وفي حجم النادي الاهلي. قال انه شعر في الفتره اللي فاتت وخلال افتعال بعض الازمات ان النادي الاهلي والمسؤولين فيه، والكلام على لسانه طبعا، بيدركوا تماما الصالح العام ودايما بيضعوا في المقام الاول الصالح العام المصري والاهلاوي، عشان كده لا يمكن جرهم حسب تصريحاته الى اي معارك طبعا لا حاجه لنا بها، وان احنا دايما بنفكر في الشكل المناسب والسمت المناسب للنادي الاهلي حتى في التعامل مع اي ازمه، عشان كده بيكون في سلوك منضبط من المسؤولين ومن الرموز وكل من يمثل النادي الاهلي في اي ازمه عارضه او طارئه. الامر الثاني اللافت للنظر اللي بيؤكد كمان فكره وجود قيمه الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، انه اي كيان جديد مهما بلغت قدراته مهما بلغ حجم تمويله لو عايز يحقق تجربه ناجحه لا يمكن أن يجد كوادر إلا من خلال عباءة النادي الأهلي ونجوم خرجوا من عباءة النادي الأهلي، وأن دايما اللي عايز يحقق أي نجاح في تجربة رياضية في مصر أو في المنطقة العربية في المقام الأول في مصر طبعا لابد أن يلجأ إلى أسماء وكوادر تعلمت الكثير عن الرياضة وأمور الرياضة وأمور كرة القدم داخل هذا الكيان الكبير، عشان كده الأهلي بأولاده ورموزه ونجومه دايما موجود في كل مكان داخل وخارج مصر في التجارب الرياضية والكروية، إذا أرادت أن تكون تجارب ناجحة دائما ما تستعين بكوادر خرجت من هذا النادي العريق. خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحوار. اهلا بحضراتكم مره تانية، ما زلنا معكم من خلال الاهلي في كل مكان، ودايما هتكون عندنا فقره ثابته من خلالها بنقدم بعض التسجيلات الافلام الوثائقيه بعض التقارير عن شخصيات من النادي الاهلي ومن عائله الاهلي حققت بعض النجاحات وتاريخ من البطولات سواء في الرياضه او في العمل الاداري والعمل العام، شخصيات لها انجازات وتاريخ سواء في كره القدم او في اي مجال اخر. والنهارده الشخصيه اللي بنتكلم عنها شخصيه من الشخصيات المحبوبه جدا، ظهورها الإعلامي مستحب عند الجماهير، شخصية دايما بعيدة عن الخروج عن اللائق عن الصراعات عن المشاحنات، شخص خلوق محبوب في الوسط الرياضي، لاعب ومدرب كان من أصحاب المواهب الكبيرة وقت ما انتقل وعمره 18 سنة من أسكو للنادي الأهلي، وأصبح من أفضل اللاعبين في مصر مش بس في النادي الأهلي، بصماته واضحة مع الفريق والإنجازات والبطولات التي تحققت وكان من المشاركين في تحقيقها هذا النجم الكبير الكابتن مختار مختار، مشوار كبير من النجاح والعطاء مع النادي الأهلي ثم كمدرب ومدير فني مع عدد من الأندية في مصر، تجارب كثيرة حقق من خلالها عدد من البطولات والإنجازات، فاز على سبيل المثال بكأس مصر مع نادي إنبي، حقق كأس مصر مع إنبي في مواجهة الزمالك في المباراة النهائية، وهو من الشخصيات طبعا اللي دايما بنقول إنها من الشخصيات اللي بتقدم نموذج محترم ومستحب للنجم الرياضي بعيد عن المهاترات والخروج عن اللائق، ودايما في الإطار المقبول المتعارف عليه اللي نحب يكون عليه ويظهر به النجم الرياضي ونجم كرة القدم.
كابتن مختار طبعا من النجوم الغنية عن التعريف بتاريخها وإمكاناتها وموهبتها، وأيضا حصاد مشواره كمدرب ومدير فني في السنوات الأخيرة وما حققه وبصماته وخبراته اللي قدم من خلالها مباريات متميزة جدا على كافة المستويات فنيا وبدنيا وخططيا مع الفرق اللي تولى تدريبها. هنشوف مع حضراتكم تفاصيل أكتر ونتعرف أكتر على الكابتن مختار مختار وتاريخه من خلال التقرير التالي. مختار مختار حدوتة أهلوية، نجوم كثيرون لعبوا للنادي الأهلي لكن قليلين للغاية ممن وضعتهم جماهير القلعة الحمراء كأساطير لا تنسى في تاريخ هذا النادي العريق. بعد أن قدم البعض منهم دروسا في التضحية وإنكار الذات وعشق الفانلة الحمراء، على رأسهم مختار مختار الذي سجل مع الأهلي 26 هدف في الدوري العام، فاز بالدرع 6 مرات مواسم 76-75 76-77 78-79 79-80 80-81 81-82. شارك مختار في 17 مباراة بكأس مصر، فاز الأهلي في 13 مباراة وتعادل في 1 وخسر 3 مباريات، سجل هدفين، أحرز مع الأهلي بطولة الكأس 3 مرات أعوام 78-81-83. شارك مختار في 24 مباراة ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، فاز الأهلي في 13 مباراة منها وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات، سجل هدفا في مرمى إنغو رينجرز النيجيري في الدور قبل النهائي عام 82 بالقاهرة، وهدف في مرمى ديناموز هراري بطل زيمبابوي في دور 16 بالقاهرة عام 1983. كان قد سجل هدفين في مرمى المدينة الليبي بالقاهرة عام 77 وفاز الأهلي بسبعة أهداف لهدفين. حقق مختار مع الأهلي أول بطولة إفريقية عام 82 ليكون إجمالي ما خاضه مع الفريق الأول للنادي منذ انضمامه 194 مباراة، فاز في 136 مباراة وتعادل في 41 مباراة وخسر 17 مباراة، سجل 32 هدف و26 هدفا بالدوري العام وهدفين في كأس مصر وأربعة أهداف في بطولة إفريقيا. انتهت تلك المسيرة الحافلة بإصابة لحقت به في مباراة المقاولون العرب خلال افتتاحية دوري 84 بعد تدخل عنيف من سعيد الشيشيني الذي سقط على ركبة مختار، إذ أصيبت ساقه بالضمور وأجريت له عدة عمليات لم تفلح في إعادته للملاعب ليقرر بعدها اعتزال الكرة في لقطة تعد مضرب الأمثال في الروح الرياضية. أصر مختار في مباراة تكريمه التي أقيمت يوم الجمعة 24 من يناير عام 86 على أن يقوم باللف حول الملعب رافعا يده في يد سعيد الشيشيني قائد فريق نادي المقاولون العرب، معلنا بذلك أمام الجميع أن الشيشيني لم يتعمد إصابته وأنه لا يحمل أي ضغينة له، ليمنح بعدها جائزة اللاعب النظيف من اللجنة الدولية للاعب النظيف والمنبثقة عن هيئة اليونسكو بباريس. بدأ مختار مسيرته التدريبية في مدرسة ناشئ الأهلي بعد حصوله على دراسات متعددة في التدريب، عمل مدربا للفريق الأول مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، ثم عمل في منصب المدير الفني لفريق نادي بيتروجيت منذ عام 2005 إلى 2009، كما حصد لقب كأس مصر عام 2011 مع إمبي. ثم قاد مختار مختار الاتحاد السكندري في تجربته السابقة ليحقق نتائج إيجابية نال خلالها إشادة الجميع، إلى أن ضربت الإصابات قوام فريقه خلال مباريات الدوري الأول لتهتز النتائج وليتخذ قراره قبل مواجهة المقاولون بالرحيل عن الفريق في المباراة التي فاز فيها الاتحاد السكندري بهدف من دون رد. مختار أصبح بطل العكننة على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعدما تخصص في التفوق على الناديين خلال منافسة
منافسات الدوري، فضلا عن كونه مكتشفا للنجوم بداية من وليد سليمان حاول أهلي، نهاية بعمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي السابق والمنضم حديثا للزمالك. مختار نال لقبه الأول في تاريخه كمدير فني بعد أن قاد إنبي للفوز بكأس مصر عام 2011 على حساب نادي الزمالك. يقود حاليا فريق الإنتاج الحربي منذ موسمين، حيث قاد العجلات الحربية لتحقيق المركز السابع في الموسم الماضي برصيد 47 نقطة، ووصل لدور الثمانية لكأس مصر قبل أن يودع البطولة أمام الزمالك. طبعا التقرير بالفعل عرض تفاصيل كثيرة جدا من مشوار وإنجازات وتاريخ الكابتن مختار، اللي بتعد قصته طبعا واحدة من أفضل وأجمل قصص النجاح الأهلوية على الإطلاق. كابتن مختار كمان مهم نسمع آراء الجماهير لما بتتكلم عنه وعن تاريخه لاعب ومدرب وإنجازاته، وبشكل عام قبوله في الوسط الرياضي ومساحة الحب اللي بيتمتع بها بين جماهير الكرة والرياضة في النادي الأهلي أو في الوسط الرياضي المصري بشكل عام. خلونا نشوف تفاصيل أكتر من خلال آراء بعض الجماهير اللي بتتكلم عن الكابتن مختار. مختار لعيب كرة في الأهلي وراجل قديم، وحاليا هو مدرب لفريق من فرق الدرجة الأولى وإنتاج الحربي، وبيتميز يعني بأنه من الجيل القديم المحترم اللي ليه بصماته في الكرة المصرية بوجه عام. يعني الكباتن المتزنة لها دور مع فريقها، يعني ربنا يكرمه إن شاء الله. أتمنى له كل التوفيق ونجاح، والكابتن مختار طول عمره علامة من علامات الكرة المصرية يعني، وعلامة من علامات النادي الأهلي والمنتخب، وربنا يديله الصحة والعافية إن شاء الله. كان لاعب مميز جدا جدا جدا، وكان عملية التمويج اللي بيعمله والترقيص اللي بيعمله يعني ما كانش حد عمله بعد كده تاني أبدا، يعني كان عليه تمويهة كده بجسمه ما تعرفش إزاي. فيعني ربنا يديله الصحة والعافية. كابتن مختار رمز من رموز كرة القدم في النادي الأهلي، شخصية محببة، صاحبة أخلاق، صاحبة أدب، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. أنا طول عمري أشوفه لم أجد منه أخطاء، سواء مع زمايله سواء مع الجمهور، وكان خدوم جدا للنادي دون أن ينظر إلى العائد. فكان من الشخصيات، وما زال الحمد لله ربنا يديله الصحة، من الشخصيات الجميلة اللي فعلا أتمنى أن كثير من اللعيبة انهم يحزوا حزو في اخلاقياته وادبه وعلمه. كابتن مختار كان له طريقه في الملعب، ان هو بيجري بيوطي في الارض وياخد الكره ويجري، فكانت دي ميزه فيه يعني. الحاجه الثانيه انه سريع ويستطيع ان هو يعني يخترق الدفاع بسهوله جدا، والى جانب طبعا زي ما بقول لحضرتك حتى هو مدرب تحس ان اخلاقياته عاليه، ما يعني ما يديش زي زمايله، ما يتنرفز، فلا هو شخصية محترمة. بقول لك أنا بحبه من جوايا. لا أعرفه من زمان، يوم ما ابتدى ما جه من نيسكو باين ولا إيسكو، وانضم للنادي الأهلي، وكان دايما المستكاوي دايما هو بص في الأرض، يعني يمشي بالكورة ما حدش ياخدها منه، بس دايما بص في الأرض. قال له يا عم أورله على القرش اللي واقع منه. معروف عن الكابتن مختار انه وينج ليفت سريع جدا، وكان ما بيرفعش راسه من الارض. طب كان يعرف ازاي زمايله؟ كان بيعرفه من لون الشراب، دايما عينه تحت بيبص على الشرابات بس. فكان نجم من النجوم، وهو كان محظوظ برضه انه معاه تيم زي ما قلنا قبل كده انه العصر الذهبي للنادي الاهلي. مختار كان من اعمده النادي الاهلي في وقت من الاوقات، كان في الجيل العصر او الجيل الذهبي للنادي الاهلي، كان معاه كباتن زي محمود الخطيب ومصطفى عبده، مش عايزين ننسى حد يعني، لكن كان احد اعمده رئيسيه في النادي الاهلي. يعني نجح في مجال التدريب برضه، وكان تحديدا مع بتروجيت، خد فتره طويله مع بتروجيت وحقق معاهم بطولات يعني نتائج كويسه جدا جدا يعني. كابتن مختار كان احسن وينج شمال لعب في مصر،
وكان له ماتشات حلوة قوي في الفريق القومي وفي مع النادي الأهلي، وبعدين له إنجازات برضو وهو مدرب برضو. أفتكروا أنه هو زي ما السابقين قالوا أنه هو فعلا كانوا من المجموعة، أعتقد أن اللي كان بيدربها هيديكوتي يعني ما أعتقد كده، وأن هم كانوا فريق كويس يعني، وحاولوا أن هم يعملوا سمعة للنادي الأهلي كويسة في الفترة اللي كانوا موجودين فيها. بعد ما تابعنا آراء الجماهير عن الكابتن مختار مختار وطبعا مسيرته ونجاحاته الكبيرة كلاعب وكمدرب ومدير فني في عالم كرة القدم المصرية، هننتقل مع حضراتكم لبعض الأخبار المتعلقة بكيانات أخرى حملت اسم النادي الأهلي ولكن في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية. نتكلم عن الأهلي الليبي وعدد من الأندية أيضا، أهلي جدة السعودي. هنبدأ نتكلم عن أهلي جدة السعودي والأخبار الموجودة قدامنا بتقول إن في أزمة مثارة حاليا بين أحد اللاعبين اللي كانوا ضمن كيان النادي في الفترة اللي فاتت أو قوام الفريق الأول كرة القدم اللاعب اليوناني فيدفا، ويتقدم بشكوى ضد أهلي جدة السعودي في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن خلاف حول مستحقات للاعب لدى النادي. وبنتكلم عن أخبار أخرى كمان خاصة باستعدادات الأهلي الليبي، طبعا لو في أي اتصالات أو متابعات هتكون معنا خلال لحظات أو دقائق قليلة نتعرف منها على حقائق الأمور بالنسبة لهذه الأخبار. عندنا خبر آخر ولكن عن أهلي بني غازي الليبي واللي بيبحث عن مدير فني جديد، وأيضا قيل أنه تم وضع عدد من الأسماء المصرية ضمن قائمة الاختيارات أو مجموعة الاختيارات اللي هيتم الاستقرار على واحد منها لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق في الفترة اللي جاية. من الأسماء اللي تمت الإشارة إليها الكابتن ضياء السيد والكابتن طارق العشري، وما زالت المفاوضات مستمرة ولسه هنتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المفاوضات في أيضا بعد قليل. ربما يكون معنا على الهاتف رئيس نادي أهلي بني غازي ونتعرف من خلال هذا الاتصال على إذا ما كانت الإدارة استقرت على الاسم اللي هيتولى المهمة، ويبقى فقط التفاصيل تبقى الخاصة بالأمور المالية وتفاصيل التعاقد، ولا لسه كمان الاختيارات لم يتم الاستقرار على واحد منها بشكل نهائي بالفعل ليبدأ النادي في التفاوض معاه بشكل نهائي، ولا النادي اختار طريقة التفاوض أو فتح اتصالات للتفاوض مع أكتر من مدير فني في نفس التوقيت للاستقرار على أفضل واحد منهم هيناسب النادي فنيا وماليا ومن ناحية كمان التفاصيل الخاصة بإجراءات العقد أو تفاصيل وبنود هذا العقد. هنتكلم بعد ما نتلقى لو في أي اتصال للتعقيب على هذه الأخبار. لحين ما نصل لهذا الوقت طبعا هذه التجارب وهذه الأسماء اللي أيضا بعد انطلاقة النادي الأهلي ونجاحاته على المستويات المصرية والعربية والأفريقية، أكثر من مرة سمعنا من أكثر من إعلامي عربي وأفريقي أن كان هذا دافع لعدد من المؤسسات الرياضية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية أنها تحمل اسم النادي الأهلي، وأنها أيضا تحاول أن تحذو حذو النادي الأهلي بأن تكون في الصدارة وأن تحقق الكثير من البطولات. وكمان كان في بعض تجارب التوأمة أو التواصل مع النادي الأهلي في فترات ومراحل مختلفة سابقة للاستفادة من تجاربه سواء في الإدارة أو التدريب أو كرة القدم أو تحقيق أفضل النتائج الرياضية والكروية لمحاولة نقل هذه التجارب والخبرات لهذه الأندية. معنا على الهاتف رئيس نادي أهلي بني غازي الليبي الأستاذ خالد الصعيتي. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير كابتن كيندي، مساء الخير العاملين والمشاهدين لقناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار. أستاذ خالد، لدينا خبر يقول أن النادي حاليا أهلي بني غازي الليبي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد للفترة المقبلة ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وأنه مطروح أكثر من اسم. ما مدى صحة هذا الخبر؟ وعندنا أسماء في هذا الخبر أو بيتضمنها منها الكابتن ضياء السيد والكابتن طارق العشري. هو فعلا يدرس النادي الأهلي ملفات عدة مديرين فنيين. اتجهنا للمدرسة المصرية لأن هي الأقرب للنادي الأهلي، وكانت دائما التجربة مع المدير الفني المصري ناجحة من أيام المرحوم عبد صالح الوحش وحسن شحاتة وطارق العشري، وكلهم كانوا عندهم بصمة في تاريخ النادي الأهلي. الأسماء المطروحة أكثر من اسم: ضياء السيد، مؤمن سليمان، فرح
حقيقة طارق العشري خارج حسابات النادي، خارج الحسابات. حضرتك قلت مع حفظ الألقاب ضياء السيد ومؤمن سليمان. نعم نعم، الأقرب ملفين إلى الآن هو ضياء السيد ومؤمن سليمان بالنسبة للمدير الفني. لكن ما الذي سيحسم الاختيار والتعاقد بشكل نهائي مع اسم من الأسماء دي يا أستاذ خالد؟ طبعا يعتمد الاختيار الفني ومن ثم الطاقم المصاحب، وشروط التعاقد مهمة جدا. نحن عندنا أهداف معينة نهدف إلى تحقيقها، فالأقرب من سيتفق مع برنامجنا هو سيكون الأقرب للتعاقد. يعني حاليا فتحتوا خطوط اتصال وتفاوض مع الاسمين اللي حضرتك أشرت إليهم، الكابتن ضياء والكابتن مؤمن؟ نعم، هو فتحنا بطريقة غير مباشرة عن طريق وسطاء إلى حين استقرارها الأقرب، ثم يتم الجلوس وحوار مباشر. أخيرا أستاذ خالد الصعيتي رئيس نادي أهلي بني غازي، هل الأمور الرياضية والكروية ماشية بشكل مستقر في ليبيا رغم طبعا الظروف المحيطة بالمنطقة وبليبيا الشقيقة؟ هو في الحقيقة المناخ قد أكون غير صادق لو قلت أنه يسير بسير حسن، ولكن نحن نقاتل ونبذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على مسيرة الرياضة لعدة أسباب، أهمها في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني واستقطاب أكبر عنصر من الشباب. رغم أن الظروف صعبة نوعا ما، ولكن من حيث البنية التحتية وبعض المشاكل، ولكن الحمد لله يعني تسير بنحو جيد. إن شاء الله تكونوا موفقين في العودة إلى سابق عهد الأمور، الشكل الأفضل اللي يحقق المصالح بالشكل الأمثل للشعب الليبي الشقيق، وتستقر الأمور سواء على مستوى النشاط والأداء الكروي والرياضي أو في كافة جوانب الحياة بشكل عام. بشكرك جدا للمشاركة معنا أستاذ خالد الصعيتي رئيس نادي أهلي بني غازي. إذن الأسماء، قال الأستاذ خالد في هذا الاتصال مستبعد اسم أو ليس في الحسابات لسبب لا نعلمه، الكابتن طارق العشري، وقال أن المفاضلة تتم أو أنه تم بشكل غير مباشر بدء التفاوض والتواصل مع كل من الكابتن ضياء السيد والكابتن مؤمن سليمان لاختيار أحدهما لتولي مهمة المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة. معنا على الهاتف أيضا للحديث عن الخبر السابق الخاص بوجود أزمة بين أو شكوى تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعب اليوناني فيدفا في حق أهلي جدة السعودي بسبب مستحقات للاعب لدى النادي حسب تأكيداته أو حسب محتوى هذه الشكوى. معنا على الهاتف الأستاذ عبدالله الحرازي رئيس القسم الرياضي بجريدة المدينة السعودية. أستاذ عبدالله مساء الخير. مساء النور. حقيقة رئيسا سابقا وليس حاليا. نعم، رئيسا سابقا. انا للاسف الصوت مش واضح بالنسبه لي حضرتك، عفوا يا استاذ عبد الله، الصوت ما كانش واضح دلوقتي. حضرتك بتقول رئيسا سابقا وليس رئيس حاليا. سابقا. اهلا بك، الصوت كده واضح بالنسبه لي. استاذ عبد الله اتفضل، قول لنا حقيقه الخلاف بين نادي اهلي جده واللاعب اليوناني ومحتوى هذه الشكوى التي تقدم بها اللاعب الى الاتحاد الدولي لكره القدم. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك وعلى جمهور النادي الأهلي وتابعي قناة الأهلي الحريقة. فيما يخص هذه الشكوى، كما تعلم هناك بعض الخلافات ما بين اللاعبين والأندية في المملكة العربية السعودية، ولكن معظم هذه الشكاوى ومعظم هذه الحقوق الجاري الآن تصفيتها تماما بالتعاون ما بين الأندية السعودية والهيئات والهيئة العامة للرياضة. نعم. التي تكفلت بسداد جميع مستحقات أو الديون المستحقة على الأندية السعودية والتي بلغت نحو مليار ريال، وذلك لماذا؟ لأن الهيئة تريد للأندية السعودية أن تدخل إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة الخصصة المتوقعة مع بداية العام الجديد 2019 خالية من الديون، نظيفة، بحيث يمكن للمستثمرين. تفضل.
المساهمة، يمكن للمستثمرين المساهمة في تملك الأسهم الخاصة بهذه الشركات. للمستثمرين يمكن المستثمرين الاستثمار في القطاع الرياضي وشراء الأندية هذه. نعم. نعم. وبالتالي هل هذه الأزمة قائمة على تقاعس للاعب عن أداء دوره أو الالتزام ببنود عقده أم عدم، يعني هي أزمة مالية؟ احنا نعلم دائما أبدا أن الأندية السعودية من الأندية اللي بتتمتع بغطاء مالي وتمويلي جيد، فليس لديها في المعتاد مشكلة في سداد الدفعات الخاصة بمستحقات اللاعبين. لا لا أستاذ العزيز، لا لا، الأندية السعودية كان لديها مشكلة ومشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة، في السنوات الأربع الأخيرة كان لديها مشكلة كبيرة جدا تمويلية كما ذكرت، مالية وكما ذكرت لك، يعني على سبيل المثال وصلت ديون نادي الاتحاد إلى 300 مليون، النصر فوق 270 مليون، الأهلي نفسه حوالي 115 مليون، كل الأندية كان لديها أزمة، ولذلك اضطرت الهيئة العامة للرياضة إلى التدخل وإصلاح الوضع الخاطئ الذي كان قائم، ومن ضمن الخطوات الإصلاحية التي أقدم عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ يومين، وبالتحديد بعد حوالي 48 ساعة من خروج المنتخب من كأس تصفيات من النهائيات كأس العالم، بإجراء اتخاذ إجراءات جديدة جدا من ضمنها تحديد سقف اللاعبين، رواتب اللاعبين السعوديين والعقود وما إلى ذلك، إصلاح منظومة التمويل الخاص بكرة القدم وهيكلة جديدة مالية للأندية بالطبع. نعم. طيب في هذه الحالة لو لدى لاعب مستحقات لدى نادي من الأندية السعودية وتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي، إلى أين من خلال متابعتك لهذه المشكلة تتوقع أن يذهب هذا الأمر؟ هل تتوقع أن يصدر أمر أو قرار يوقع عقوبة من الاتحاد الدولي على نادي أهلي جدة السعودي، أم أن موقف النادي فيما دفع به إلى الاتحاد الدولي سليم ومناقض لما يدعي اللاعب؟ الحقيقة فيما يخص القضايا الدولية، الأهلي السعودي بالأمس انتهى من مشكلة فيما يخص المستحقات المالية للاعبين غير السعوديين الذين يلعبوا في الدوري السعودي أو لعبوا في الدوري السعودي سابقا، إلى تصل إلى مرحلة العقوبات، هي مرة واحدة التي أو مرتين حقيقة طبقت فيها العقوبات كانت على نادي الاتحاد والشباب. الآن كما ذكرت لك سابقا بأن الهيئة العامة للرياضة تدخلت تدخلا قويا وبدعم من الدولة لإنهاء هذه المشاكل وإغلاق ملف المستحقات المالية على الأندية تماما ودخول مرحلة جديدة، لا سيما أن الدوري السعودي سيبدأ في الشهر المقبل، في شهر أغسطس المقبل ب 16 فريق ومرحلة جديدة، سيشارك مع كل نادي 8 لاعبين أجانب. نعم. أنا بشكرك جدا على المشاركة معنا في هذا الحوار، الزميل الأستاذ عبدالله الحرازي الرئيس السابق حسب ما أكد أو صحح لنا هذا التعريف الوظيفي، قال أنا رئيس القسم الرياضي سابقا لجريدة المدينة السعودية. بنسعد بمشاركتك معنا في الحوار دائما أبدا على شاشة قناة الأهلي، شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالله. إذن تأكيدات من الأستاذ عبدالله أنه في إعادة نظر لأمور كثيرة خاصة بالهيكلة المالية والإصلاح المالي والتمويل للأندية السعودية، ويعني إسقاط أي أعباء كانت بتسبب ديون أو خلل مالي أو مديونية لدى بعض الأندية أو لدى ربما كل الأندية السعودية حسب ما أكد، وأن الهيئة العامة للرياضة في السعودية بتقوم بهذا الأمر في هذا التوقيت، وأنه قال أن الأمر تغير وأصبحت لدينا مشكلة خاصة ببعض الأمور الخاصة بالإنفاق والتمويل الخاص بالرياضة وكرة القدم في الأعوام الأخيرة، قال في الأربع سنين الأخيرة الأمر تغير وأصبحت هناك مشكلة بخلاف الفترة السابقة على الأربع سنوات الأخيرة. بشكرك أستاذ عبدالله الحرازي مرة ثانية. قبل ما نستقبل بعد قليل نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني والكرة المصرية السابق الكابتن شريف عبد المنعم، ونتكلم معاه باستفاضة من خلال الأهلي في كل مكان عن الاستعدادات للدوري في الموسم الجديد، قائمة 25 أو 30 لاعب، دوري المجموعة الواحدة أو المجموعتين. هنتوقف مع هذه البطولة، بطولات الأهلي في كل مكان، وخلال استعراضنا للتقرير الخاص أو لقطات خاصة قبل أن نتوقف مع الفاصل لهذه المباراة التاريخية، مباراة نهائي كأس مصر عام 78، فوز كبير للنادي الأهلي بعد تفوق للزمالك في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد، المباراة اللي شهدت الدفع بالكابتن محمود الخطيب والكابتن طاهر الشيخ وهم ما كانوش في حالة استشفاء كامل أو في حالة بدنية
تسمح لهم بالمشاركة بأفضل شكل ممكن. كانوا ما أكملوش شفائهم التام وكان الدفع بيهم وبالكابتن الخطيب تحديدا في هذه المباراة أشبه بالمفاجأة للجماهير وللمنافس فريق الزمالك في هذا اللقاء. المباراة اتقلبت لصالح الأهلي في الشوط الثاني وقلب الفريق الأمور لصالحه وتفوق على كافة المستويات، وهنتكلم عنها أيضا وهتكون مدخل لحوارنا مع الكابتن شريف عبد المنعم. ولكن احنا بنشوف لقطات من هذه المباراة التاريخية والفوز الكبير في هذا الموسم اللي كان الأهلي بيرفض فيه الخروج بدون تحقيق بطولات بعد ما حقق المنافس بطولة الدوري، وكان بيرى البطولة دي بشكل خاص جدا النادي الأهلي وأنه لا بديل عن الفوز بيها وتحقيق لقب كأس مصر، وهو ما حدث بالفعل. وانتهت المباراة 4-2 لصالح فريق النادي الأهلي، وهي واحدة من البطولات والمباريات التي لا تنسى بطولات الأهلي في كل مكان. خلونا بعد المباراة دي نتوقف مع فاصل، بعد ما تابعنا المباراة دي نتوقف مع فاصل قصير بعد اللقطات اللي شفناها، لقطات وثائقية من هذه المباراة نهائي كأس مصر عام 78. نستقبل نجمنا الكابتن شريف عبد المنعم، وأكيد هنعود معاه بالذاكرة لهذه المباراة وهتكون بداية حوارنا معاه. فاصل ونعود. كأس مصر عام 1978، لقب درامي في دولاب بطولات الأهلي. كثيرا ما يحقق الأهلي بطولات بشكل درامي طوال تاريخه المليء بالألقاب والإنجازات. لعل لقب بطولة كأس مصر عام 1978 تعد واحدة من أهم السيناريوهات الدرامية التي عاشها الأهلي وجماهيره العريقة قبل اقتناص بطولة جديدة تضاف لدولابه العامر بالألقاب. موسم صعب عاشه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في وقتها بعد خسارة لقب الدوري العام لصالح الزمالك، خاصة وأن ضياع اللقب جاء بهدف اعتباري لتطالب الجماهير الأهلوية اللاعبين بتعويضهم ببطولة كأس مصر، خاصة وأن البطولة العريقة كانت غائبة عن دولاب البطولات للفريق الأحمر منذ قرابة 18 عاما في وقتها، وبالتالي أصبح الفوز بها مطلبا جماهيري. الإثارة أن المباراة النهائية كانت أمام الزمالك الذي تعد مواجهته بطولة خاصة في حد ذاتها، وبالتالي أصبح الفوز باللقب أمرا ضروريا لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وذلك لتحقيق الفوز بلقب جديد يضاف لدولاب البطولات ويعوض الجماهير عن خسارة الدوري الموجعة في وقتها، وأخيرا تأكيد التفوق في المواجهات المباشرة أمام الغريم التقليدي الزمالك. الدهية هيدي كوتي كان مدربا للأهلي حينها، كان يملك جيلا من الأفذاذ، في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، مصطفى عبده، طاهر الشيخ وغيرهم من اللاعبين الذين كتبوا تاريخ الأهلي بأحرف من نور. المباراة كانت بالغة الصعوبة على الفريقين، كان الخطيب وطاهر الشيخ يعانون من الإصابة لم يبدأ اللقاء. المباراة بدأت بهدف أهلاوي بعد 25 دقيقة عن طريق مصطفى عبده بعد تلقيه عرضية وهو داخل منطقة الجزاء وضعها في الشباك بامتياز. الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول أخطأ ثابت البطل رحمة الله عليه في التقاط الكرة، حيث حاول خداع طه بصري ولمس الكرة خارج المنطقة ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة سجل منها بصري نفسه هدف التعادل للزمالك. خلال فترة الاستراحة بكى عاشق الأهلي هيدكوتي، قال للخطيب بلغة عربية مكسرة: هنتغلب يا بيبو. فرح هادي كوتي فرحة غامرة عندما عرض بيبو والشيخ أن يشارك في اللقاء. لم يستمع هادي كوتي إليهما في البداية. في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 56 انطلق علي خليل، انفرد بالبطل، أحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى الأهلي. هنا قرر هادي كوتي التدخل والاستجابة لرغبة الثنائي بيبو والشيخ ودفع بهما لينجح الأسطورة بيبو وهو مصاب في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 30. وبعد مرور 5 دقائق انطلق شطة من الجبهة اليسرى
رفع كرة عرضية لم يستطع دفاع الزمالك التعامل معها، ذهبت إلى جمال عبد الحميد ليحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر لتصبح النتيجة 3-2. حاول بعدها الزمالك. بطولات الأهلي في كل مكان، كانت هذه المباراة التاريخية والفوز التاريخي بعد ما تفوق الزمالك فقط بهدف اعتباري حسم لصالحه بطولة الدوري عام 78، وكان البديل بالنسبة للأهلي المتاح واللي تمسك به الجميع هو تحقيق كأس مصر، وأنه لا بديل عنها في هذا التوقيت، وقدروا يقلبوا الأمور لصالحنا ولصالح الفريق والجماهير، وأسعدوا الجماهير بتغيير الأمور من تفوق الزمالك المنافس في هذه المباراة 2-1 إلى 4-2، وشفنا التقرير اللي عرض لحضراتكم تفاصيل كثيرة جدا. من الصدف كمان الجميلة جدا ان ضيفنا النهاردة من نجوم الكرة المصرية والنادي الاهلي السابقين، وهو من نجوم هذا الجيل اللي حضر هذا الحدث المهم، واصحاب واحد من اصحاب هذا الانجاز في هذا التاريخ بطولة كأس مصر عام 78. ضيفنا النهاردة في الاهلي في كل مكان الكابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير واهلا بحضرتك كابتن شريف. مساء الخير محمد، اهلا بيك كابتن شريف. احنا قلنا ان هيفرض علينا طبعا التقرير الاخير اللي كان قبل بداية الحوار مع حضرتك، انك تكلمنا شوية عن ذكريات المباراة دي، لانه قالوا انها كانت من المباريات النادرة جدا. هي مباراة بالنسبة لي انا فيها ذكريات مؤلمة وفيها ذكريات سعيدة جدا. انا عارف انك صاحبة احداث مؤلمة، يعني صاحبة حدث كان مش لطيف بالنسبة لي، وفاة والدي ليلتها يعني. فكانت لعيبة عندي كلها والإدارة وكل حاجة، وعملنا عزاء واستقبلت العزاء واتفقت ان انا بكرة موجود مع الفريق. موجود مع الفريق قلبا وقالبا، خاصة وان احنا كان راح مننا الدوري بهدف اعتباري بقرار اتحاد الكرة مش مسبق يعني، لا ده قرار حديث. القرار طلع يعني كانت سابقة للمرة الأولى، المرة الأولى في حياتنا ان احنا نيجي يطلع قبل ما تنتهي بطولة الدوري بثمانية بماتشين او عمر مباراتين، انه يقول لك احنا هنعتمد الفرق الاهداف والحاجات دي بعد ما حسبوها يعني. فكان طبعا خاصة ان احنا لعبنا الماتش الشهير بتاع المحلة هنا في مصر، وهم لعبوا ماتش الاسماعيلي هناك، كنا كل ما نجيب جول هناك يحصل هدف، كل ده الاهلي جاب جول هنا. فكانت هدية من النادي الاسماعيلي لنادي الزمالك على بطولة الدوري بالقرارات اللي هي طلعت من اتحاد الكرة. نهينا عن كل ده، كانت مباراة كاس مصر مباراة كبيرة، عندنا غيابات كتير جدا، محمود الخطيب، طاهر الشيخ، انا والدي متوفي بس هلعب. اوكي، بعتوا جابوا طاهر الشيخ استدعوا محمود الخطيب، كان برضو مش سليم بس كان قرار مستر هيديكوتي والجهاز الفني وقتها انك تشارك في المباراه ولا تبقى متواجد معاهم لغايه الغدا الصبح. انا مشارك وكل حاجه، ورحنا صلينا في الجامع ورجعت، فقعدوا عمل اجتماع معايا هو كابتن حسن حمدي، وكان القرار عدم اللعب خالص. مش هتبقى نفسيا الراجل قاعد معايا بصراحه كلمني قال لي بابا متوفي امبارح، وانت مش بالك فتره يعني، انت بالك فتره بسبب مرض والدك ووفاته، وكمان انت مش بتفكر مظبوط حتى يعني. مش بعدين حصل حاجه لا قدر الله النهارده هتبقى مشكله يعني، انت معانا وكل حاجه، وانا فكر بس مش ده التوقيت المناسب انك تشارك. انا فكر انت مش ممكن العب النهارده، انت سألت طبعا للقرار، انت في حاله ما تقدرش تقول اه وتقدرش تقول لا، العب هتلعب، رايح معاك العذر بتاعك انك انت. وقعدت اتفرجت مع الفرقه عادي جدا، وشفت طرد ممدوح مصباح، وشفت تقدم نادي الاهلي، وشفت تقدم نادي الزمالك ب10 لاعبين، الى ان نزل محمود الخطيب. لو تشوفه لابس جاكيت كده لونه زي يكون زيتي كده او حاجه زي كده، ما كانش كان لون، مش فاكر كان لون احمر ولا لون زي، لدرجه ان الناس بقى يعني قامت وقفت قالوا المدرجات حصل فيها حاله، وراح واحد حتفه ببرتقانه، راح بيبو واخد الكره البرتقانه على فخده، واحد على تاني، وراح لعبها برجله تاني، وراح حاططها على فخده تاني، وراح حاططها له بشماله تاني في المدرجه. بس يعني ده شغل لوحده بره الشو بتاع الماتش واللي حصل في الماتش. ده اللي انا اقدر اقوله لك. راح مرجع للراجل اللي اداله البرتقاله الكره بشماله تاني، كم المهارات طبعا، وكم من الطمانينه اللي حدثت في المدرجات. ده عمل فرق في المدرجات وعند الفريق، خلاص مش عايزين الماتش،
بعد الحركة دي يمكن الناس كتير ما شافوهاش غير اللي كانوا قاعدين جنب الراجل اللي حدف البرتقالة. مصطفى يونس بقى صاحب الانجاز الماتش جالي بعد الماتش اهو قال لي الكوره دي لعلي خليل قال لي بقول لك ايه يا شريف انا لو ما كناش كسبنا النهارده انا كنت جاي اخد الشنطه وراح كنت هعتزل بقى بطل كان قال لي النهارده انا كنت متوفق والكره اللي شاطها حتى طه بسر الله يرحمه نط من عليها مصطفى يونس راح رايح الغربه في العارضه وداخله في ثابت وهم عشتهم فاير. هو بيبقى في يوم اللاعب بيبقى في يوم ربك مديلك اللاعب مش موفق ربك يعني مديلك ال ال الريز او الجائزه بس متاخره بس هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها اللقطه دي اتفرج عليها وهو بيسخن هتجيله بقى برتقانه كده من المدرجات واخدها على فخده واخدها على وش رجله ومرجعها تاني للراجل. هل فعلا اللاعبي قيل ان لاعبي الزمالك في التوقيت ده ما كانوش متخيلين ان كابتن خطيب هيشارك في الوقت ده خالص لعدم اكتمال جاهزيته طبيا وبدنيا وان نزوله اثر بالسلب على فريق الزمالك والله نفسيا الأسماء حتى الاسماء اللي كانت موجوده ايامها كانت اسماء متساويه مع فارق طبعا يعني عندك حسن شحاته وفاروق جعفر ومحمود الخطيب وطارق الشيخ ومصطفى عبده وصفت عبد الحليم لعيبه يعني لعيبه اسماء بص وقفت زي في الملعب بص الملعب بشكل عام الفريقين مليانين طه بصري يعني وعلي خليل ثابت الناس دي كلها اسماء كبيره قوي فكان كومبيتيشن بتاعهم بيلعبوا 10 بقى بيلعبوا 11 مش فارق معاهم حتى نادي الزمالك بيعتمدوا على السرعات وعلى اداء الشخصيات الكبيره في الملعب اللي هم من الاهلي والزمالك الحقيقه. شكل الملعب اتغير تماما ومقوله شهيره كانت لكابتن محمد لطيف بعد ما جبنا احنا الجون الرابع قال لك خلاص احنا خدنا الدوري وهم خدوا هم خدوا الكاس بقينا احنا وهم يعني كان صريح كابتن لطيف ما بقاش هو المذيع لا ما كانش سر يعني ما كانش كابتن لطيف رغم طبعا جمال تعليقه واداءه خفه الظل علمنا اتعلمنا منه كتير قوي كابتن والله يا كابتن شريف كل حاجه في الاطار اللي بدم خفيف وادب ولغه مقبوله حتى ان اعلامي يعترف انه اهلاوي او زملكاوي او ميله للفريق او ده لو بطريقه محترمه وبتحترم المنافس وبتراعي كل الناس وبتحترم حجم النجوم الموجودين هنا وهنا متهيألي هتبقى مقبوله هو بيصيطك كمان يعني هو لطيف يعني كابتن لطيف يقول لك ايه خلاص بقى احنا خدنا وهو اللي حبب الناس كلها في عفوا المقاطعه كابتن شريف لازم نتوقف الان مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستكمال الحوار. اهلا بحضراتكم مره تانية ما زلنا معاكم من خلال الاهلي في كل مكان ونجدد الترحيب بضيفنا نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف بعد ما اتكلمنا عن المباراه الشهيره 4-2 الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر 78 عندنا نقاط كتيره قوي عايزين نسمع راي حضرتك فيها عن الموسم الجديد. اول حاجه فكره تطبيق قائمه ال 25 لاعب ام ال 30 لاعب ايهما تفضل وليه؟ بص هقول لك على حاجه في الانديه الكبيره حكايه اللاعبين الكتير دي اديك بتشوف ان انت بيجي في منتصف الموسم وبتلاقي ان في لعيبه بتاثر عليك عشان انك انت تبقى عايز تلعب فبتعمل لهم اعارات او انت بتبقى اتفرجت او بتحدد القوام الاساسي بتاعك شكله ايه ده بالنسبه للفرق الكبيره واعتقد ان ال 25 بالنسبه لك كانوا بقى مكافيين ومدين فرصه كبيره قوي للتنافس ولتحديد اللاعبين الاساسيين واللاعبين اللي هم اصحاب ال 45 دقيقه اصحاب اللي هم 70 دقيقه اصحاب ال 20 كل لاعب حسب طريقه الاستفاده كل لاعب حسب طريقه الامكانيات بتاعته والشغل اللي عمله في السنه نفسه قدام الاجهزه الفنيه والشغل فتح لك باب الناشئين يعني باب الناشئين مفتوح لك دلوقتي انك انت تقدر تستعين بالناشئين وتحدد كميه كبيره قوي ونعتمد بقى على هذا الباب اللي احنا قافلينه خالص. القضيه دي مهمه يا كابتن شريف في الفتره الجايه ان الاهلي يبدا يستفيد بجيل الشباب والناشئين موجود عنده وفعلا بتركيز يشوف افضل العناصر اللي ممكن يبقى لها دور في الفتره الجايه. والله جميع الانديه وجميع الخطط والتخطيطات العالميه كلها بتبحث عن الناس اللي هي بتوصل بعد 19 سنه وما بتلاقيش مكان تبقى موجوده فين. فدي بقت سلعه كبيره قوي تقدر تدخلك ملايين كمان. انك انت تقدر تعمل تدوير ليهم في الدول او تدوير ليهم في الفرق الاخرى او تدوير ليهم في مناطق انت تقدر تستورد منها برضو نفس السن ده ونفس حاجه بدل
ما بن بن بنبحث دايما على اللي هو الفافوريه اللي هو يجي لك جاهز عشان تقول له ادي او احنا عايزين حالا البضاعه دلوقتي تطلع دلوقتي من الفرن يعني. فالحته بتاعت الناشئين دي طبعا تقدر تنقذك من حاجات كتير. وكان ده موجود في فترات سابقه كابتن شريف من وقت جيلك وحضرتك الفتره اللي كنت فيها واجيال لاحقه بعدكم ولحد يعني الفتره اللي فاتت من 10 12 سنه كنا بنشوف نجوم بتطلع وتشارك وبتبقى مؤثره من اليوم الاول لمشاركتها في الفريق الاول. دايما اتعودنا على ده في الاهلي. ليه ده اتغير؟ احنا كناشئين كنا موجودين كنا مجموعه جباره مجموعه جامده جدا بس احنا كمان اللي كانوا فوقينا كانوا اجمد مننا بكتير قوي. ديك شفت شكل الملعب عامل ازاي، مصطفى عبده كان عامل ازاي، وطاهر الشيخ عامل ازاي، وزيزو وخطيبه جمال عبد العظيم وطاهر الشيخ ومحسن صالح ومختار 11 كانوا وجمال عبد الحميد وعندك شطه مستخدم السودان كراجل واكب حكايه الهاف ديفندر اللي احنا اول مره كنا بنخترعها بعد كده مجدي عبد الغني دخل مكانه. الحكايه دي كانت صعبه وسهله انما احنا عملنا ساعتها ايه، عملنا يعني تصنيف وبقى جمال جوده من عندنا ولعيبه وعادل عبد المنعم الله يرحمه يروح المصري وابتدى التدوير من فرقه الناشئين النادي الاهلي اللي هي فرقه الامل بتاعت الكابتن جوهري انها تعمل نقاط قوه في الدوري تبس اللاعبين اللي هي مالهاش حظ. انما اللاعبين اللي دخلوا معايا انا كان خالد جد الله وجمال الجندي الله يرحمه لعيبه برضو ومجد عبد الغني وجمال عبد الحميد ولعيبه دخلت واثبتت. بعد كده جالنا ربيع ياسين وجالنا ناس كتير قوي في من هل متوقع ان نشوف ده مره ثانيه؟ كان صعب انك تخش على فكره، صعب جدا الدخول على فريق على فريق زي ما انا اللي بكلمك. شوف اللاعبين اللي واقفين عاملين ازاي، انت بتتكلم على ديفنس في مصطفى يونس وحسن حمدي ومار همام الاحتياطي او بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في كل مركز عندك اتنين تلاته موجودين في الباك ليفت وفي الباك رايت وبعدين التانيين كان اللي بيمسك في مركز ما بيسيبوش. ومع ذلك عشان العناصر متميزة اللي طلعة تنضم للفريق كانت بتلاقي فرصتها. أنا كنت لسه واقف مع كابتن محمد فضل دلوقتي وأنا في النادي وكابتن هشام حنفي وبنتكلم. الأجيال اللي بتيجي ما بيجيش أحسن منها. يعني حتى الجيل اللي إحنا فيه ده ما بنبقاش متوسمين في اللي طالع إنه محمد يجي أحسن مننا أو أحسن منهم اللي موجودين حالياً. نقول دول منتخب مصر ده ما فيهوش المقومات اللي هي تعمل لك نقل الحركه وتعمل لك الشكل اللي انت تتمناه الهجومي اللي هو المتوازن بين الدفاع والهجوم. انت عايز فرقه متفصله. انت شوف على كل اللي احنا شفناه الفتره دي في كاس العالم والشكل اللي ما عجبش الناس ده كله، احنا مش متوسمين ان الفتره اللي بعدها غير الكلام اللي انت قلته ان احنا نعتمد على الناشئين ونعتمد على ناس فريش تيجي تخش. متفائل يا كابتن شريف ان لو ركزنا على الناشئين في الاهلي في المقام الاول وفي الانديه المصريه كلها ممكن نبدا نعمل طفره تدريجيا بدون علام. انا هقول على حاجتين ثلاثه لازم اتحاد الكوره ولازم الانديه كلها تركز فيها، انها تسمح لبعض الخبرات وبعض الناس اللي هي عندها الرؤيه السليمه في لعبه كره القدم انها تشكل خطط بالنسبه للمنتخبات وبالنسبه للانديه. يعني كل نادي عندنا كنا زمان يجي كشاف زي عم عبده او محمد عم محمد يجي يقول لك انا شايف لعيب في منتخب المدارس كويس، انا شايف مش عارف مين هنا كويس، انا وكان يطعم وكان اللي بيجي عشان يخش النادي الاهلي او ياخد التيشيرت بتاع الاهلي او الزمالك او اسماعيلي لازم يبقى مستوى يؤهله بعد سنه او اتنين انه يكون هو عنده 16 سنه انه لازم يكون بيلعب في الدرجه الاولى. فعايزين نسمح لبعض الناس اللي هي عندها خبره وادت ودت لمنتخب مصر وعندهم الخبرات الكبيره او العين الثاقبه ان هي تقدر تطلع لعيبه كويسه، تديهم مساحتهم، تديهم وقتهم ان هم بدل ما يطلع اي واحد ماسك المنتخبات دلوقتي يلف العالم كله عشان يعمل فرقه، ما لازم يكون معاه ناس بيقولوا له لا ده هنا في اتنين تلاته كويسين وهنا في اتنين تلاته كويسين وهنا في اتنين. لازم نعمل شكل خططي شكل خططي بالنسبه للمسابقات كلها. طيب بما ان حضرتك نقلتنا واحنا بنتكلم دلوقتي هنروح سريعا لمنتخب مصر ونرجع، طالما حضرتك تطرقت لده وقلت ان الشكل اللي شفناه فعلا ما كانش مرضي للناس، ايه السبب؟ انا هخرج يعني حكمي الشخصي مثلا كمشجع قبل ما اكون اعلامي بيشتغل في المجال الرياضي. كوبر بالنسبه لي يعني انا بشوفه مدير فني فقير جدا فنيا، يعني لو انا قيمته شخصيا هقول ده اسوأ مدير فني تولى تدريب منتخب مصر، لكن لازم ابقى منصف واحترم الاراء اللي بتقول الراجل لعب حقق نتائج، اصله صعد لنهائيات كاس الامم وصعد لنهائيات كاس العالم بعد غياب لفتره طويله جدا، فلازم نحترم ده ونسمع الاراء المختلفه. لكن في سؤال بيدور طول الوقت واكيد حضرتك بتسمعه كابتن شريف، ايه سبب ظهورنا بهذا الشكل في كاس العالم؟ هل الجيل ده
المواهب فيه فقيرة أو قليلة مع استثناءات قليلة طبعا زي نجمنا محمد صلاح وما شابه من اللاعبين. عندنا عدد محترفين في دوريات أوروبية منها واحد من أقوى دوريات العالم الدوري الإنجليزي. عندنا منظومة مباريات ودية مع منتخبات قوية، لم يبخل أحد بالإعداد ولا الإنفاق على المنتخب، الدولة مدعماه والقيادة السياسية مدعماه، وفي اهتمام إعلامي وإعلاني وجماهيري غير مسبوق. إيه سبب ظهورنا بالشكل ده؟ بص يا كابتن محمد، هقول لك على حاجة يا أستاذ محمد. إحنا دخلنا في نغمة اسمها أنتوا عايزين أداء ولا عايزين نتيجة؟ ومشينا على هذا الأساس، كلنا عارفين كده. انت عايز تكسب ولا عايز اداء؟ وما اعرفش مين اللي صدر الجمله دي ومين اللي قالها عن لسان كوبر. و ده من وقت كاس الامم ما كانت العروض مش مقنعه، ما فيش اي وقت كان عندك عرض مقنع الحقيقه. ما كانش في اي يوم عندك عرض مقنع. حتى لما كسبت غانا 2-0 هنا، انت لمست الكره 4-5 مرات في ده. يمكن قالوا دي افضل مباراه، الناس حتى بتقول دي افضل فعلا مباراه اديناها بقى من ناحيه إيه؟ الشكل يعني. ادينا ايه؟ ما كناش بنروح عند الحضري، كان علي جبر وحجازي والباكين، احمد فتحي موت نفسه ومخلي الواد اللي هو بتاع المانيا بتاع بايرن ميونخ ده ما لمسش الكوره، ما خلاهمش لمسوا الكوره. العيال خلصت علينا، نازلين يتصوروا في الملعب بشكل عنجهي، وربنا عاقبهم ان فرقتنا احنا بتريزيجيه وصلاح وهجمتين بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد كسبنا 2-0 يعني ضرب الجزاء، وكره رحنا بيها الناحيه الثانيه. غير كده العيال بيلعبوا بالكره علينا محترفين بجد، عندهم اداء، عندهم رتم، عندهم شكل توازن بين الدفاع والهجوم وكل حاجه، عندهم امكانيات. دي كانت مشكله ان احنا عندهم امكانيات. خلينا نقف انا وانت عند امكانيات دي، مهمه قوي. احنا لا نملك الامكانيات. احنا كل الفرق اللي احنا بنجيبها بنسمع عن واحد في اليونان وواحد في بلجيكا وواحد في تركيا، وهاتوهم. فالراجل خلع نفسه من قصه الدوري المصري، وانك تخلع نفسك من قصه الدوري المصري ده اللي هو بختك يا ابو بخيت. انا عندي واحد اسمه احمد جمعه، انا عندي اسمه صلاح محسن، انا عندي واحد اسمه حسام عاشور، انا عندي حسام البدري مرشح لي واحد في نص الملعب يلعب مش عارف ايه، انا واحد عندي واحد اتنين في نادي الزمالك كويسين. كلامه والتخبطات والحاجات دي كلها خليتك في الاخر عدم تكوين توليفه جيد. تقدر تغير لك شكل ملعب في اي وقت، غير الناس اللي كانت قبليهم بتاع 2006 و2008 و2010. دول كانوا حاجه عظيمه، دول كانوا بيعرفوا ينقلوا الملعب اللي انا كنت بتكلم عن علاء ميهوب واحمد حسن، من احسن الناس اللي كانوا بيلعبوا ديفندر وينقلوك عند خط ال 18 في الناحيه القاعده ويجيبوا جوال. لدرجه كانوا بيرقصوا الاجوان حتى ويدخلوها، يعني اللعيبه كانت مش سهله. عشان كده بقول لك احنا الاجيال اللي احنا بنتوارثها دي، اللي بيجي مش عارفين يجيب زيه، حتى اللي طالع مش عارف يقلد. يعني انا اسافر يا محمد لغايه روسيا بمروان المحسن فقط، وعندي محمد صلاح متعور، على اي اساس حتى خدت شيكابالا؟ ما لعبتوش ولا 5 دقايق مع الفوتبولر اللي موجود في المنتخب، كان صحيا بقى بدنيا يدي ولا ما يديش، بتقيمه بالماتشات الحبيه. وكنت بتعلق كمان يا كابتن شريف على موضوع ان احنا رحنا في صانع العاب واحد، وان البديل كله صانع كل لاعبي الوسط مبطل. وسط مدافعين، صانع العاب رايح بمشكله كبيره ومبطل ويمضي هنا ولا هيمضي هنا، مش في احسن حالاته ولا تركيزه، وعمل بروبلمز جامده قوي على نفسه وعلى اعصابه وعلى اعصابنا وعلى قبل البطوله صحيح. وعمل زوبع ملهاش اي لازمه. ف الحاجات دي كلها ما بتصب في الاخر كنتيجه. وبعدين صانع الالعاب ده هو عايز مين؟ هو عايز اجايه وعايز ازارو وعايز طيب السوبر يعني رانر. السوبر رانر اللي هو بيقدر يلعب معاهم كوره وبينجموه، هم كانوش موجودين معاه. ده كل واحد في بلد شكل. يعني متفق ولا مختلف؟ اللي هو الاسئله بقى اللي بيجاب عنها اجابه صريحه بنعم او لا. الناس اللي بتقول ان كوبر اخطا في بعض الاختيارات او ظلم بعض اللاعبين اللي كانوا يستحقوا يبقوا موجودين وكان هيبقى لهم دور مع المنتخب. انا مش عارف هو كوبر ولا اللي حوالين كوبر ولا الجهاز الفني، خلينا نقول الجهاز الفني، شايف انهم اخفقوا في بعض الاختيارات؟ انا شايف اتحاد الكوره اخفق في عدم التعامل مع كوبر والتدخل مع كوبر. كان لاول مره انا بقر ان المسؤولين في اتحاد الكوره بيتدخلوا ويقولوا كلمتهم. دول لعيبه الكوره كلهم مفهمين وهاني ابو ده مش سهل يعني، ده يحط لك فرقه هو 11 15 20 واحد معين يعني. كان مطلوب يعمل، كان مطلوب لازم يتدخل. وكابتن مجدي عبد الغني يتدخل في المنطقه دي ويسمحوا له انه يتدخل، يمكن ما اعرفش العلاقه شكلها ايه. كل من لعب كوره وكل من كان في الاتحاد الكوره، حازم امام سيف زاهر كانوا في الكوره وفاهم كوره كويس قوي، كل الناس المحيطين كان التدخل بهدف، الناس المحيطين حوالين المنتخب كمان
فاهمين كويس قوي. لو سلمنا بان الخبرات موجوده وكافيه، كرم كردي، احمد مجاهد، الناس دي كلها سويلم، دول كلهم عارفين انما عدم التدخل يا محمد لمصلحه الوطن او لمصلحه الفريق، ومش قادرين يا عيني، اصل هم كمان في موقف وحش قوي. يعني انا بدافع وعايزهم كانوا وبهاجف نفس الوقت، يعني انا عايزهم يبقى عندهم الكارج اللي كانت بتاعت اسبانيا. الراجل غلط فرح ممشيينه وجايبين مدرب تاني، هرناندو هيرو راح جايبينه النهارده، خرج يعني هارلك. ف ده شكل ما حدش يقدر يكلمك فيه، بالعكس ده باور، انما هي صعبه قوي. ده كان وصلني نهائي افريقيا. طب ما وصلك نهائي افريقيا، احنا ما بنعديش خط النص، احنا هنفضل لغايه امتى قاعدين نهاتي والنادي واللي قالوا له انت ماشي في نور الله واللي قالوا له انت مش عارف ايه واللي قالوا له. كل واحد كان في بهجه وصولنا لكاس العالم عمل كده، نسي بقى ورجع لورا وقال يحصل يحصل واكتفوا خلاص ان ده حظك الوحش. طبعا ان ما معكش صلاح في اول مباراه اكيد كنت هتقدر تترجم ماتش اورجواي، كانوا اورجواي تعبانين قوي يوم انت كنت ممكن تترجم مباراه ايجابيه جدا تطلع بنتيجه مختلفه عن كده، تكسبهم وكنت هتكسب روسيا في اول تايم. ما هي في حاجه، مش عشان احنا لعيبه سوبر، لا احنا على فترات في روسيا كان في فراغات في الملعب، كان تريزيجيه شغال وصلاح شغال، بنوصل ببعض الفرص وبنوصل باللونج يعني، والاثنين اللي قدامي هم اللي بيصنعوا لنفسهم، يعني صلاح هو اللي بيصنع لتريزيجيه، انت فاهمني؟ طب المنتخب محتاج ايه في الفتره الجايه؟ خلينا نتكلم، بلاش نتكلم في اللي فات، الجمهور كله مستاء وفي خلافات في وجهات النظر، ناس تقول لا يا جماعه اللي تحقق ده يستحق الاحترام وده انجاز، ناس تقول الحقيقه اللي تحقق فشل ذريع. يعني خلينا في مره يبقى ده محور الحوار الرئيسي ونسمع مجموعه من الاراء يعني مجتمعه نناقش هذا الامر باستفاضه. الفتره الجايه المنتخب محتاج ايه كده؟ انا بس انا بره حكايه فشل ذريع دي، مفيش فشل، ده انا في بهجه، انا وصلت كاس عالم، ده انا هدفت في كاس العالم، انا هددت في كاس العالم، انا اسم مصر كان محطوط من الاوائل اللي كان هيخش دور ال 16 لو صلاح كان ما كانش اتعور. كل دي كانت ايجابيات بالنسبه لنا، انما احنا لازم نعمل اكس على الفتره اللي فاتت دي كلها، ناخد الحلو منها بس. احنا دقنا طعم الانتصارات ودقنا طعم البطولات مع الكبار، عايزين نحافظ على الحته دي. طيب الفتره الجايه محتاجين ايه؟ طالما المنتخب بدا الحديث دلوقتي اتحاد الكره على المدير الفني القادم، ويمكن ده هيبقى كمان له مجال في مع زملائنا في برنامج المونديال، هيبقى في مساحه للحديث عن منتخبنا الوطني واحتياجاته الفتره الجايه. هل حضرتك مع عشان ننتقل سريعا لقضايا اخرى خاصه بالاستعداد وبدايه الموسم مع الدوري الجديد ان شاء الله، حضرتك مع الاراء اللي بتطالب بمدير فني اجنبي والاقرب اللي اعلن عنه اتحاد الكره انه هيتعاقد مع مدير فني اجنبي، ولا مدير فني مصري، ولا بتقول ان الامر ممكن البدائل دي كلها ممكن تكون مناسبه؟ لا، مدير فني اجنبي، طول عمرنا اتعودنا كده خلاص، ويبقى كامل بجهازه كامل يعني. هو المسؤول. وهو تاني حاجه احنا نراعي السن بقى في الاختيارات بتاعه السرعات اللي تبقى موجوده جوه الملعب، التدخل بقى والترشيحات والكلام ده يبقى كله مسؤوليه الراجل اللي هو اللي جاي. الحقيقه احنا عايزين منتخب فريش كده عنده لعيبه بتقدر تنقل الكوره من نص الملعب للفراوده، عايزين كام فرويد، عايزين كام نص ملعب كتير، بلاي ميكر كتير، اتنين عند ورا زي نادي الاهلي كده، المشاكل اللي عندنا الاتنين اللي ورا اللي هو عجازي وعلي جبر والناس دي، ولاده منتخب. المدرب العام في منتخب مصر في الجهاز الفني مطلوب يكون صاحب أجنبي. خبرات كبيره، لو كان مصري مطلوب يكون صاحب خبرات كبيره ولا لا؟ الرجل الثاني في الجهاز يكون ما تشافش قبل كده، ما مسكش في الحته دي قبل كده. انت بتقول لي بس في حته انا وانت يعني انت عايزني اقول الخبرات فاجيب شوي غريب تاني مثلا، او اجيب مين؟ هجيب حسام بدري؟ لا انا بس وجهه نظرك. لا ما هو مين الخبرات عندنا في مصر؟ خلينا نتكلم انا وانت، هنجيب مين؟ حسام بدري او حسام حسن؟ او مش هيرضوا غير ان هم الرجل المركز الرجل الاول في خلاص بقى، مدير الخبرات بتاعتهم ودي الاثباتات المحليه. منهم اللي مشي دولي بره ولاعب بره ومرة فرق بره، ومنهم اللي مازال هو في محلي وعامل انتاج وكل حاجه بس محلي. الشكل الاوروبي شكل تاني. انت ما كنتش هتجيب لعيبه عندها سرعات تقدر تواكب السرعات، الفرق اللي بيني وبينك سنتين ثلاثه باللاعب الاجنبي، احنا هنفضل محلك سر. تاني حاجه، انت ليه مش عايز تخطط زي نيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون؟ انت شفت الناس دي شكلها عامل ازاي دلوقتي؟ انت معايا ولا مش معايا؟ معاك. طب ما تيجي نشوف الناس دي بتوصل لهذا المستوى ازاي وبيعملوا ايه؟ نبحث كده ونعمل. ومنتخبات عربيه يعني ظهرت بشكل، حتى لو خرجت المحصله بالنتائج انها خرجت من الدور الاول، لكن ظهورها كان اعلى تهديفيا واعلى فنيا. طب اريحك حاجه؟ المغرب. اريحك؟ هقول للجمهور وهقول للاتحاد وهقول كوبر وهقول لك احنا اللي حصل في مصر كويس قوي اللي احنا فيه ده. احنا دوري من غير جمهور.
احنا امكانياتنا ضعيفه في الرياضه الفتره اللي فاتت، احنا بنخرج من مرحله لمرحله، فما تقسوش قوي على نفسكم انتوا كجماهير وعلى فرقتكم وعلى مدربينكم، اهدوا كده شويه وان شاء الله لما الجماهير ترجع واللعبه ترجع تاني نرجع ل 2006 و2008 و2010 والعيله كلها تتلم تاني، اعتقد كل حاجه هتتلم تاني وهتتولد، نتمنى ان شاء الله هتتولد امكانيات وهتتولد تالنت زي ما بيقولوا مواهب تقدر تقود اسم مصر باذن الله، واحنا اتعلمنا المره دي الشكل ايه والجراه ايه ونبقى شكلنا عامل ازاي، فان شاء الله اولادنا اللي هيطلعوا باذن الله في 22 وانا واثق باذن الله شكلنا بقى مختلف ظهورنا هم هيثبتوا، وخاصه هيبقى بلد عربي يعني الشعب كله مش محتاج يسافر، هتلاقي كل العرب بيشجعوك ان شاء الله. اخيرا يا كابتن شريف لو اتكلمنا شويه عن الدوري، قيل انه مطروح كمان في كواليس اتحاد الكوره في حديث عن احتمالات للذهاب الى دوري المجموعتين او تقسيم الدوري العام الى مجموعتين مع بدء الموسم الجديد، هل يعني ترجح الفكره دي ولا لا وليه؟ والله قصه المجموعتين دي اتعملت قبل كده يعني بتبقى ارتياحيه بالنسبه للفرق الكبيره يعني انا منقسم، بس اسماعيلي هيروح في حته والمصري هيروح في حته والزمالك هيروح في حته والاهلي هيروح في حته، هنعتبر ان دول اربع فرق وهتبعد لقاءات بقى الاسماعيلي عن الاهلي والاهلي عن المصري، ما بيقال او الزمالك بتقول ان ده بيقلل المستوى الفني شويه والاحتكاك بين اكبر الفرق، هو يمكن يرفع المستوى الفني بتاع الفرق الثانيه، انما الحميه اللي انت شفتها السنه اللي فاتت وتقدم الاسماعيلي والحاق الاهلي بعدم المباراه المتبقيه لانه كان يلعبها وكان ده، وبعدين الاجريسيف اللي شفناه من النادي الاهلي والكره البرشلونيه اللي شفناها والنقلات ال 50 نقله في لعبه واحده، كان اسرع فريق في الدوري، كان فريق واحسن اداره واحسن كل حاجه حقيقه بصراحه يعني. ف انا حته ان انا اقول لك المجموعتين دي مسخه شويه يعني ما تفضلهاش، هم ليهم احساس ان هيرجعوا جمهور بيها بيرجعونا حاجه حاجه او بيفكروا اكتر مننا، هم ايديهم في المايه في النار واحنا ايدينا في المايه، لازم يكون ليها هدف معين هم بيتكلموا فيه او بيبحثوا على الحكايه دي. لا ده قيل ما يقال من اتحاد الكره حتى الان يعني ومن متابعات زملائنا للمسؤولين في اتحاد الكره ولجنه المسابقات انه ضيق الوقت وضغط المباريات في الموسم الجديد وتاريخه هو اللي مسبب الاتجاه الى تقسيم الدوري المجموعتين لتوفير تسع فرق وتسع فرق يعني هيبقى مجموعه يعني التقسيمه هتكون نص فرق هيزودوا عدد الفرق وده هيقلل الوقت اللي بيستهلكه الدوري او بيحتاجه الدوري بكامله لو كانت كل المباريات مع عدم تلاحم المواسم ونفس المسابقات، فبيقولوا انها مشكله ضغط مباريات ووقت في المقام الاول، لكن في النهايه فنيا حضرتك شايف انه دوري المجموعه الواحده افضل. طبعا افضل للفرق، افضل واقوى يعني بالنسبه للفرق يعني، انما انك بتلعب كله بيلعب كله تحت تاثير، انما انا هعمل البلان بتاعي على ست سبع ماتشات او قصه كده معينه اقدر اطلع منها في بؤره الضوء، وتبقى برضو حصرت الفرق الاربعه اللي انا قلت لك عليهم سموحه ومصري واسماعيلي والزمالك والاهلي الخمس ست فرق دول، والجديد مين اللي داخل علينا بقى واللي ما نعرفش الكالتشر بتاعه ايه والشكل، لان عندنا كمان الوقت مضغوط جدا عشان في نهائيات كاس امم افريقيا كمان في 2019 يعني الوقت المتبقي المهم انها تروحها بس المهم تكسب الماتش، نتمنى ان شاء الله. ما هو ده من البنود اللي قالوا انها محطوطه كشرط للمدير الفني الجديد انه يتاهل للنهائيات في الامم الافريقيه اللي جايه 2019، هل ده شرط كافي يا كابتن شريف ولا المفروض يبقى شرط انه ينافس او يوصل المربع الذهبي؟ المفروض اتحاد الكره يضع اي شكل من الشروط. كل مره بنقول ان احنا من 98 لما قلنا احنا مش الجوهري قال لهم انا ما حدش يطلب مني بطوله ولا حاجه خدناها. كل ما بنروح له بروفايل كده ورايحين كده بنسحب بنوصل لل ما هو المشكله ان كوبر احنا كل ما بنعمل النعره بتاعتنا احنا المصريين الهدف اتحقق فخلاص احنا الفراعنه يعني. احنا الفراعنه ما بناخدش حاجه احنا ايه؟ لا هو كوبر كان تحرر من الضغط عليه بانه خلاص اعتبر انه حقق النتيجه المطلوبه منه في التعاقد، قال انا حققت شروط تعاقدي فربما اكتفى بالهدف ده. كوبر ما كانش عنده الماتيريال الكافي اللي يأدي بيه في كاس افضل العالم. من كده ما عندوش ماتيريال يديله كاس عالم يعني يديله يحارب في افريقيا مع بعض، في افريقيا اكبر معديات ببعيد انت بتكسبهم، فدي شطاره الحقيقه ودي يعني احساس من اللعيب، انت لعيبك مش سهل انما امكانياته حسب ما بتعوده حسب ما بيلعب يعني، تلاقي حجازي في اوروبا ديفندر فرقته بتنزل درجه ثانيه انما ما بيلعبش مع ريال مدريد وينر يعني، المواقف اللي بيحصل اللاعب جاي يعني اللاعب حتى على متعود على هو وعلي جبر راح ما لعبش ومتعودين على فرق اللي بيلعبوا فيها، ورمضان لسه مشاركاته محدوده مع فريقه ما كانش موفق الموسم بالنسبه له قوي يعني، الوحيد مفيش مشاركات خالص ده نص ثلاث ارباع لاعب رمضان راح كمان مش ما نعرفش راح فين،
غير كده بقى هقول لك اخر حاجه. احنا دايما مصنفين بندور دايما على المدرب التقييم الثالث والرابع للامكانيات الامكانيات طبعا ليها حسابات طبعا. فدي انت ما تبقاش امكانياتك ضعيفه في كل حاجه ورافع لي العلم وبتقول لي انا عايز انا الهيرو انا البطل. البطل ايه بس خلينا في حسابات ماليه خلينا ايوه خلينا نعمل حسابات صح ونحضر مره في حياتنا تخطيط وندي الناس اللي بتخطط نفس ان شاء الله عشان نعرف إن شاء نحاسب الله يعني نعرف إن شاء الله نحاسب امورهم نعرف نحاسب جاي. ونعرف نتكلم مع الناس بس. ونقيم بشكل موضوعي إن شاء الله. يعني اتمنى انهم ياخدوا وقتهم بس ويتأنوا في القرارات ونتمناها في الانديه كلها كمان يعني الانديه هي الشكل اللي بيحضر لكل انا عايز اختتم مع حضرتك بما اشار له المدير الفني النهارده الفرنسي باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي في النادي الاهلي. قال طبعا الهدف الاهم الملقى على عاتقه والمكلف بتحقيقه هو الفوز بالبطوله الافريقيه ان شاء الله دوري ابطال افريقيا. حضرتك شايف ازاي فرصه الفريق بعد طبعا النقاط اللي فقدها في المباريات الاولى في دوري المجموعات؟ بص يا محمد هقول لك حاجه. التدعيم تجهيز اللاعبين اخذ المباراتين اللي جايين دول باي شكل ان هم يوصلوا بس للتصفيات في المجموعات ويوصلوا للدور اللي بعد كده مع عدم الاستهانه باي مستوى للفرقتين دول منهم فرقه كسبتك فرقه مدارس يعني تعرفش ايه الشكل اللي حصل ده او ايه الوضع ده. الشكل الافريقي مش هيترجم ولا هيتحدد الا بفريق قوي عنده في المراكز وعنده في الهجوم عنده جميع المشاكل اللي موجودة في منتخب مصر مش موجودة عندك. يعني تملك انت دلوقتي تحل اي مشاكل عندك تملك 2-3 فراودة كويسين جدا عندك اجايه ده بيرجع بتحاول توفر بلاي ميكر كويس جدا 2-3 كمان تستعين بقى وتدي فرصة للرجل اللي جاي ده في كل مرة بتطعمه في كل وقت بتطعمه في حالة بيسموها ايه بنعظم يعني بيعظم له الفرقه من كل حته. يبقى الراجل قاعد بيفكر فكر فوتبولر مش بيفكر النهارده عندي لعيب متعور مين الحاله التعويضيه بالنسبه لي ايمن اشرف تاني هيبقى هو الليبرو وهو الباك ليفت في الحاله احمد فتحي هو الجوكر بتاع الباك رايت ونص الملعب لو حصل اخفاء محتاجين دعم سريع ببعض الصفقات. التفكير الزمن ده بتاع اللي فات ده وتلاحم المواسم ده مش عايزين نبعد عن كل ده ون ركز زي ما انت قلت ونتمنى ان يكون في وقت للراجل اللي هو الفرنساوي اللي جه ده بتجربته اللي قبل كده السابقه في مصر هنا شكل تاني هنا لا ده هنا ما بيتكلموش غير في بطوله مش بيتكلموا في يوصلوا فطبعا عليه ضغط كبير جدا فلازم والحسابات لازم تكون مختلفه بالنسبه جميع الاجهزه معنا. التسويقيه والاداريه نعم. كالعاده حقيقه تكون ايديها مع الراجل ده وزي الوعود اللي بتحصل واي حد في النادي الاهلي الحقيقه بيشتغل نعم. بيدي كل اللي عنده حبا للجماهير وحبا في الكوره. للاسف وقتنا انتهى يا كابتن شريف لكن اسعدتنا بنسعد بيك دايما على شاشه قناه الاهلي واسعدتنا النهارده بوجودك معنا في برنامج الاهلي في كل مكان نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا كابتن شريف عبد المنعم شكرا جزيلا لك. انا سعيد دايما ان انا ببقى معاك وسعيد ان انا مع الجمهور ويا رب يكون الكلمتين اللي كانوا في قلوبكم اعتقد ان انا واحد منكم قلتهم يعني. شكرا جزيلا لك كابتن شريف ووصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي في كل مكان وبشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.